بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا، أنا محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية، أن أرحب بكم في هذه الفعالية العلمية المتميزة التي تقيمها وتعقدها منصة أريد العلمية، والتي تتناول فيها موضوعا بالغ الأهمية، وهو أساسيات وفنيات حديثة للتعامل الأسري والمدرسي مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. نحتفي اليوم باستضافة هذه المحاضرة القيمة التي يقدمها الدكتور عيسى بن محمد أهني، المفتش التربوي وباحث الدكتوراه في المدرسة العليا للأساتذة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب، الذي سيأخذنا في رحلة معرفية تستعرض أحدث الأساليب والتقنيات في التعامل مع الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، سواء في نطاق الأسرة أو في الوسط المدرسي. إن موضوع اضطراب طيف التوحد يحظى باهتمام بالغ في الأوساط العلمية والتربوية، ففهم احتياجات الأطفال المصابين به والتمكن من تهيئة بيئة داعمة لهم يساهم في تمكينهم من التقدم وتحقيق التفاعل الأمثل مع محيطهم الاجتماعي والتعليمي. وهذه الفعالية تأتي لتثري معرفتنا حول هذه المسألة، وتضع بين أيدي الحاضرين أدوات عملية وممارسات حديثة تعزز من التكامل بين البيت والمدرسة في رعاية هؤلاء الأطفال. كما نود أن نتوجه بخالص الشكر إلى مدير هذه الجلسة أو هذه الفعالية، الدكتورة رشيدة كوجيل، الأستاذة الجامعية في المدرسة العليا للأساتذة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب، على دورها في إدارة هذه الجلسة، ونترك لها الكلمة الآن، فلتتفضل مشكورة مأجورة ولها كل الصلاحية. تفضلي دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني اليوم أن أقدم هذه ولأترأس هذه الجلسة العلمية التي سيقدمها أولى الموسومة بأساسيات وفنيات حديثة للتعامل الأسري والمدرسي مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، والتي تأتي ضمن سلسلة من الندوات التي تنظمها منصة أريد. وهذه المحاضرة لها مجموعة من الأهداف تهدف إلى المساهمة في توعية الآباء، سواء الآباء أو الأطفال أو المتعلمين أو الأساتذة، في كيفية التعامل مع هذه الفئة التي نعرف أن لها مجموعة من الخصوصيات وتحتاج إلى رعاية كبيرة. وسيقدمها الأستاذ عيسى محمد أهناي، وهو باحث في علم الاجتماع ومؤطر ومراقب لأقسام التعليم الأولي والتعليم الابتدائي العمومي والخصوصي وأقسام التربية الغير النظامية التابعة لوزارة التربية الوطنية بالمغرب، وهو كذلك خبير في التربية وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة، ودكتور باحث في مختبر العلوم الإنسانية التطبيقية. سأعطيه الكلمة فليتفضل مشكوراً. شكرا دكتورة المحترمة والسادة المحترمة والسادة رشيدة كوجيل، شكرا للدكتور عدنان أيضا على رئاسة هذه الفعالية. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم الحضور الكريم من مدينة تيزنيت
دولة المغرب، تحية مباركة، ولنقدم في الحقيقة هذه الورشة العملية التطبيقية المعنونة بأساسيات وفنيات حديثة للتعامل الأسري والمدرسي مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. انطلاقا من هذا العنوان، إذا هذه دعوة مني إلى جعل هذه المحاضرة ورشة كما أشرت. إذا أريدها ورشة تفاعلية، أريدها ورشة عملية تطبيقية، لأن هذا الموضوع ليس في الحقيقة موضوعا نظريا قدر ما هو ورشة تحمل في طياتها مجموعة من الاستراتيجيات العملية الجاهزة للتطبيق، بعدما وهي طبعا زبدة أو عصارة تجربتنا في هذا المجال التي تلقيناها على أيدي خبراء دوليين ولهم الفضل والمنة من هذا المنبر. قد خضعناها هذه النتائج وهذه التجارب، خضعناها لـ3 سنوات من التجربة الميدانية كما أشارت أستاذتي المحترمة الدكتورة جوجيل في كمشرف تربوي المدارس الابتدائية والتعليم الأولي. إذن وأيضا في جمعيات التربية الخاصة قد أخضعنا هذه الخلاصات وهذه الاستراتيجيات للتجربة الميدانية فأعطت طبعا أكلها. وبالتالي حينما سأبدأ من حين لآخر سأحتاج إلى تفاعل الحضور الكريم معي من أجل يعني ضمان التتبع والتركيز طيلة هذه المداخلة العملية كما أشرت. إذا في البداية سأتقاسم معكم هذا العرض. هل يظهر العرض لكم؟ نعم دكتور، واضح، تفضل على بركة الله. بارك الله فيك دكتور عدنان، بارك الله فيك. إذا على بركة الله، فورشتنا هذه كما أشرتم كثيرة المحترمين تستهدف مجموعة من الجوانب. أولا المساهمة في ضبط وتوحيد الجهاز المفاهيمي الخاص باضطراب طيف التوحد. أيضا امتلاك وسائل تقييم قدرات أطفال التوحد، معرفة أولويات التعلم لدى أطفال التوحد، اكتساب استراتيجيات تعليم الأطفال في وضعية إعاقة المهارات الحياتية بشكل عام، تعرف بعض السلوكات المشكلة أسبابها الرئيسية وسبل الحد منها. ثم أيضا إن سعفنا الوقت طبعا سنعرج على التخطيط للبرنامج البيداغوجي الفردي. محتويات هذه الورشة س يعني تكون على الشكل التالي: أولا سنتعرف سويا عن اضطراب طيف التوحد، ثم أيضا تحليل أو علم تحليل سلوك تطبيقي، تجهيز التدخل يعني التعلم، تقنيات التعلم. أيضا هنا سنتحدث عن تعليم التواصل، تعليم مهارات أخرى، أيضا تقليل وإنقاص الاضطرابات السلوكية. في المغرب حينما نتحدث عن تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بشكل عام وأطفال اضطراب طيف التوحد بشكل خاص، نتحدث عن ما يسمى بالتربية الدامجة. ذلك كنا التربية الدامجة من المفهوم إلى الممارسة. إذا التربية الدامجة لتطبيقها وتنزيلها يعني تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يعني ذوي الهمام كما يسميها البعض في المشرق، التربية الدامجة لتطبيقها لا بد من التركيز على جانبين أساسيين: أولا جانب التمثلات، ثم ثانيا جانب البنية والوسائل واللوجستيك إلى آخره.
بالنسبة لجانب التمثلات، لاحظوا معي هذه الصورة في البداية. برأيكم، ما الحوار الذي يمكن أن يكون بين أو يفترض أن يكون بين الطفلة والطائر؟ ما الحوار؟ لذلك قلت لكم أريد هذه الورشة أن تكون تفاعلية. ما الحوار المفترض الذي يمكن أن يكون بين الطفلة والطائر هنا؟ نعم، تفضل. أحبتنا الكرام، من أراد أن يشارك فليتفضل برفع أداة اليد أو أن يكتبها في صندوق الدردشة. دكتور، في بعض الإجابات في صندوق الدردشة إن أحببت. نعم، شكرا. طيب، إذا الطفلة تسأل هل الماء بارد؟ تسأل هل تعرف تسبح؟ لماذا لا تطير؟ ممتاز. تقول للطائر ممكن أسبح معك. ممتاز. إذن كلها تمثلات، كلها تخمينات. الجو جميل اليوم. نعم. ممتاز. نعم. لماذا لا تطير؟ ممتاز. جيد. نعم. هل ممكن أن نلعب؟ ممتاز. جزاكم الله خيرا. إذا لاحظوا من بين التساؤلات، لماذا لا تطير مثل باقي الطيور؟ لاحظوا الطفلة التي تمثل المجتمع، ماذا؟ كيف تسأل وكيف تنظر إلى الطائر؟ لماذا لا تطير مثل باقي الطيور؟ لاحظوا ذكاء الطائر، كيف سيجيبها؟ لما لم تسأليني لماذا هي لا تسبح مثلي؟ إذا لاحظوا نظرة المجتمع إلى الآخر، ولاحظوا ذكاء الطائر، لما لم تسألني لماذا هي لا تسبح مثلي؟ ماذا نستفيد من هذا؟ انشغالك بمميزات غيرك يجعلك كالظل، تختفي في أي وقت وتصبح تابعا، بينما تقديرك لمميزاتك يرفع من معنوياتك ومن قيمة ذاتك. إذا لاحظ، الطفلة منشغلة بالآخر، بينما الطائر يقدر نفسه ويبرز معنوياته ومميزاته. إذا حينما سألته لما لا تطير مثل باقي الطيور، أغفلت مميزات هذا الطائر. إذا لم يكن يعني يطير مثل الآخرين فهو يسبح. إذا لماذا لم تسأله عن مميزاته عوض أن تسأله عن يعني نواقصه بين قوسين؟ إذن هذا هو المشكل، والمشكل يكمن هنا في هذه الصورة. Pour toi, Féné, l'handicap, c'est quoi? Le regard des autres. إذن Féné سأل الطفل، قال له برأيك ما هي الإعاقة؟ فقالت الطفلة أو الآخر، قال الإعاقة هي نظرة الآخر. إذا نظرة المجتمع هي التي تجعل الشخص الآخر يتموقع في ويتأزم في داخل إعاقته. بالتالي هنا أريد أن أقول بأن تمثل المجتمع لا بد أن يصحح بالشكل الصحيح، لا بد أن تصحح نظرة المجتمع للطفل. أنا أقول في وضعية إعاقة، الطفل في وضعية إعاقة وليس الطفل المعاق، وسنشرح لاحقا لماذا قلت في وضعية إعاقة وليس معاقا في حد ذاته. سياق اعتماد التربية الدامجة، لماذا لجأنا إلى الاهتمام بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؟ لأن الوضع الحالي أو في الأمس القريب كان الوضع على شكل الصورة على اليمين، كان الأطفال أو المتمدرسون أو المجتمع ككل في جانب، والشخص المعاق بين قوسين بما فيه الطفل المتمدرس في وضعية إعاقة في وادي آخر. ولكن ما نطمح إليه، لماذا التربية الدامجة؟ لأننا نريد أن ننتقل من الصورة على اليمين إلى الصورة على اليسار، أي نجعل هذا الشخص فيما بيننا يتمتع بجميع حقوقه في الحياة بما فيها التمدرس. طيب، لاحظوا معي هذه الصورة. في الصورة على اليمين نلاحظ يعني كرسي متحرك، وأمام الكرسي المتحرك هناك درج. الصورة على اليسار هناك أيضا كرسي متحرك، لكن هناك آلة لرفع
ذلك الكرسي المتحرك. برأيكم ما هي الوضعية وما هي الصورة التي هي في وضعية إعاقة، وما هي الصورة التي ليست في وضعية إعاقة؟ طبعا واضح. نعم، الصورة الثانية فيها تقدير لأصحاب الهمم ودمجهم وتقديرهم في المجتمع، صحيح. طيب نعم، إذا لاحظنا الصورتين، إذا لاحظنا الصورتين فالشخصين كليهما يعني في وضعية قصور إذا شئنا القول، أو عجز على مستوى الأطراف السفلى، كلاهما لا يستطيع أن يتحرك بدون عربة أو بدون كرسي متحرك. لكن ورغم وجود الكرسي المتحرك فالمرأة أو الطفلة على اليمين لا تستطيع التحرك بحرية. لماذا؟ لأن ليست هناك ميسرات أمامها. إذن ليس البيئة، نعم صحيح، البيئة غير مكيفة، تم تهميش هذا الشخص، لم توفر له ميسرات. بينما في الصورة على اليسار هناك ميسرات، وبالتالي استطاع هذا الشخص رغم عجزه أن يتنقل بكل حرية لأن أمامه ميسرات. إذا لاحظوا أن المجتمع كذلك حتى تنتفي وضعية الإعاقة لا بد من أن يعمل المجتمع على توفير الميسرات، توفير الولوجيات، سواء كانت ولوجيات مادية مثل هذه مثلا هذه الوسائل اللوجستيكية إلى آخره، أو ميسرات نسميها بيداغوجية وهي التي سنتحدث عنها في هذه الورشة العملية. ميسرات يعني تقنيات، استراتيجيات، بيداغوجيات إلى آخره. إذا لاحظوا الآن بأن هنا يظهر بأن الإعاقة ليست إعاقة في حد ذاتها، بل هي وضعية تنتفي حينما يجد الشخص أمامه ميسرات، وتظهر حينما يعني تكون هناك موانع ولا يستطيع الشخص أن يندمج في المجتمع. إذا لابد من استحضار هذين الجانبين، الجانب المعنوي التحسيسي التوعوي التمثلي الذي ذكرناه في البداية، يعني نظرة الآخر المجتمع، وأيضا الجانب الثاني، جانب يعني توفير الوسائل، توفير البيئة المحيطة المساعدة على رفع التهميش وعلى والمساعدة على دمج هذا الشخص أو هذا الطفل في محيطه وفي مجتمعه بشكل إيجابي. إذا هذه كانت يعني البداية ومدخل للتعرف والوقوف قليلا عند بعض المعيقات، يعني الأشخاص الذين يوجدون في وضعية إعاقة. طيب إذا أين تكمن الإعاقة؟ إذا تكمن كما قلنا في نظرة المجتمع، وتكمن في وجود الميسرات من عدمها. طيب نتذكر جميعا بأن الإعاقة وضعية وليست إطلاقية، ليست شيئا مطلقا ولكنها وضعية. لماذا وضعية؟ لماذا قلنا الأشخاص في وضعية إعاقة وليس المعاقين؟ لأن هذه الإعاقة تنتفي حينما يجد هذا الشخص أمامه قلنا ميسرات. طيب أولا سنتحدث عن اضطراب طيف التوحد. اضطراب طيف التوحد حسب معايير تشخيص الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية المعروف بـ DSM الطبعة الخامسة، يلخص معايير تشخيص اضطراب طيف التوحد في جانبين أساسيين. أولا اضطراب على مستوى التفاعلات والتواصل الاجتماعي، لأن هناك هذه الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد يعرفون باضطرابات على مستوى التفاعلات الاجتماعية وعلى مستوى التواصل الاجتماعي. أيضا هؤلاء الأشخاص يعانون من سلوكات واهتمامات متكررة ونمطية. سنقوم الآن بتحليل هذين الجانبين، لكن أريدكم بنوع من التركيز، لأن من حين لآخر ستكون هناك أيضا تمرينات ذهنية لكم، وأيضا من أجل الفهم وتثبيت التركيز. طيب قلنا اضطرابات على مستوى التفاعل الاجتماعي، هناك أولا تغيير النظرة،
تجنب النظر أو التواصل البصري، نظرات قصيرة جدا، انعدام النظر عند التحدث للشخص، النظرة الجانبية، كلها سمات لاضطراب التواصل الاجتماعي عند هؤلاء الأشخاص. ثانيا، هناك غياب اهتمام مشترك، يعني الأشخاص أو الناس يهتمون بشيء وهذا الشخص يهتم بشيء دون ذلك. عدم مراقبة تصرفات الآخرين، عدم الاهتمام بما يفعله الآخرون. أيضا صعوبات فهم الرموز الاجتماعية، لا يفهم الإيماءات الاجتماعية في الغالب. ثم أيضا يميلون إلى العزلة، أي يتجنب هذا الشخص المواقف الاجتماعية، حيث يفضل في أغلب الأحيان أن يكون بمفرده. إذا تلكم أهم يعني السمات التواصل التفاعل الاجتماعي. سمات التواصل كي دي سين. دونك هنا يردد نفس ما قاله المخاطب. إذا تسأله عن شيء فيرد عليك بنفس الشيء، بنفس ما يسمع. هنا نتحدث عن غياب أو تراجع أو تأخر اللغة على مستوى التواصل. هناك أيضا صعوبات الفهم، لا يفهم التعليمات الشفهية البسيطة، فما بالك بمعقدة، يحتاج إلى إشارات وإيماءات بصرية لفهمها، ربما صور، ربما مؤثرات صوتية إلى آخره حتى يفهم. إذا كانت اللغة موجودة، تكون اللغة غير معتادة بالنسبة أو عندهم، مثل نتحدث هنا عن إيكولاليا. الإيكولاليا هي كما في الصورة التي رأيناها في البداية في هذه الشريحة، إيكولاليا ترديد جزء من الكلام أو الكلام كله، كأن نقول له مثلا برتقالة فيقول برتقالة، هل تريد البرتقالة فيعيد برتقالة، هل أكلت البرتقالة، قد يقول لك هل أكلت البرتقالة كلها، وقد يردد أو يعيد يعني جزءا فقط من الكلمة أو حتى جزءا من الجملة. اللغة المخترعة، يخترع لغة خاصة به لانقلابات ضمنية، يعني أنه لا يعرف معنى الضمائر، حينما يريد أن يقول أنا أكلت قد يقول أنت أكلت، فيقصد به أو يقصد بهذا الكلام أنه هو الذي أكل. إذا نسميها بانقلابات ضمنية. الصوت الميكانيكي، صوت يشبه صوت الآلة عند بعضهم. نبرة الصوت غريبة عند البعض كذلك. اللغة النمطية، اللغة غير وظيفية، ثم مشاكل في النطق. هذه قد لا تجتمع كلها في شخص واحد، ولكن قد تتفرق في عدة أشخاص، قد يجتمع أغلبها عند بعضهم. الاهتمامات المحدودة والمتكررة، مثل ماذا؟ التعامل الغريب والمتكرر مع الأشياء. إذا هنا تابعوا معي في هذه الشريحة، لأن سيأتي بعدها تمرين يتعلق بها. التعامل الغريب والمتكرر مع الأشياء، الاهتمام بأشياء معينة بدلا من الاهتمام بالألعاب المناسبة لسن الشخص. لاحظوا التعامل الغريب والمتكرر مع الأشياء، تكون أشياء أمامه، مثلا الألعاب أمامه، فعوض أن يلعب بها ويوظفها في أشياء أخرى، إذا يوظفها في غير وظيفتها. استخدام الألعاب بطرق غريبة، تدويرها وترتيبها، وضعها في الفم، شمها، إسقاطها وما إلى ذلك، كلها سمات يعني توجد في هؤلاء الأطفال، وهي متكررة تدخل في مجال الاهتمامات المحدودة والمتكررة. أيضا الصور النمطية الحركية الصوتية أو والحسية المتكررة والشاملة، مثل حركات غريبة، يتأرجح برجليه، الدوران حول النفس، حول شيء معين، الانجذاب إلى تأثيرات حسية معينة، النظر إلى السماء وتمرير الأصابع أمام الأعين، وما يسميه من نسميه كذلك الرفرفة إلى آخره إلى آخره. إذا كلها صور نمطية حركية متكررة عند هؤلاء الأشخاص. كما قلت، ليس كل الأشخاص، وليست كل هذه السلوكات وهذه الحركات، ولكن نجدها متفرقة عند بعضهم. إذن هي مظاهر لهؤلاء الأشخاص. ثم أيضا التقيد والنمط اليومي، يحب القيام بأشياء معينة دائما بنفس الترتيب وبنفس الطريقة، إذن من الصعب عليه التكيف مع التغيرات، إذن يحب الشيء النمطي والتكرار والتقليد أحيانا. طيب، إذن لاحظوا هنا بخصوص الاهتمامات المحدودة والمتكررة، لدينا يعني الأقل هذه التي ذكرناها، التعامل الغريب والمتكرر مع الأشياء، صور النمطية والحركية الصوتية إلى آخره، التقييد والنمط اليومي وغيره. لاحظوا معي الآن هذه الصورة. هذه الصورة ماذا تمثل؟ هذه الصورة هي لطفلة
أمامها ماذا؟ أمامها أواني المطبخ، إذا صحون، ملاعق إلى آخره، هي بلاستيكية، هي على شكل ألعاب. طيب، إذا السؤال: في أي من الاهتمامات المحدودة والمتكررة الآتية يمكن إدراج الوضعية السابقة؟ هذه الوضعية هي وضعية لطفلة يعني من ذوي اضطراب طيف التوحد، في وضعية لاعب تلعب بالأواني المطبخية. طيب، لكن لاحظوا طريقة لعب هذه الطفلة في هذه الأواني، أين يمكن إدخالها؟ هل في الصور في الصور النمطية الحركية الصوتية والحسية المتكررة والشاملة، ب التعامل الغريب والمتكرر مع الأشياء، س غياب اهتمام مشترك، د العزلة؟ إذا برأيكم في أي يعني في أي من الاهتمامات المحدودة والمتكررة يمكن إدراج الوضعية السابقة؟ نعم، هل A أم B أم C أم D؟ لأن نحن دائما في إطار الحديث عن الاهتمامات المحدودة والمتكررة لذوي اضطراب طيف التوحد. نعم، إذا نعم، إذا بي بي مهم. إي بي مهم. أنا الطفل العادي الألعاب تكون مبعثرة وغير مرتبة. مهم. بي مهم. أ سي دي مهم. طيب طيب إذا لدي إجابات، يعني الأغلبية أجاب بالبي، لكن هناك من قال يمكن اعتباره اي، وهناك من قال سي، وهناك من قال دي. طيب، لنبدأ بالدي. الدي قصدنا بها العزلة، هل هذه الصورة تعبر عن العزلة؟ هل هي تعبير عن العزلة عن الآخرين، عن المجتمع؟ الطفل ينعزل عن الآخرين، إذن طبعا ليس هناك مشهد أو موقف يعني أناس في مكان معين والطفل أو الطفلة منعزلة عنهم، إذن ليس دي. لنرى سي، غياب اهتمام مشترك، نفس الشيء. إذن هنا لسنا في مشهد يعني فيه ناس أو أشخاص يهتمون بشيء وطفلتنا تهتم بشيء آخر، إذن ليس سي. لنرى الآن آ، الصور النمطية الحركية الصوتية الحسية المتكررة والشاملة. طبعا الصوتية والحسية لا نراها، الصور النمطية الحركية لا نرى، لا يعني ليس واضحا هل هي نمطية تكرر شيئا أمامنا الآن. إذن آ كذلك نستبعده. في التعامل الغريب والمتكرر مع الأشياء، إذن لاحظوا هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الطفلة أمامها أواني، إذن عوض أن تضع مثلا الكأس في الصحن وتحرك مثلا الحليب أو القهوة إلى آخره يعني بالملعقة، فهي ترتبها بشكل غريب، ترتب هذه الأواني بشكل غريب غير الشكل المعتاد الذي يعني نعتمده في أثناء الوجبة مثلا أو أثناء الأكل إلى آخره. فهذه الصورة تدخل من بين يعني الاهتمامات المحدودة متعلقة بالتعامل الغريب والمتكرر مع الأشياء. شكرا لكم وعلى تفاعلكم كذلك. إذن هذا تمرين بين التمارين التي ستأتي في هذا الإطار. شكرا مرة أخرى. إذن الجواب ب، مستويات الشدة. تعرفون بأن اضطراب طيف التوحد فيه 3 مستويات، المستوى الثالث يسمى بالمستوى العميق، وهذا المستوى يتطلب دعما قويا ومهما جدا، وعادة ما تتكلف به جمعيات التربية الخاصة، لأن هذا الصنف أو هذا المستوى من أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد هم في حاجة إلى تدخل طبي وشبه طبي أكثر من تدخل تربوي وتمدرسي إلى آخره. هناك كذلك المستوى الثاني ويسمى بالمتوسط، وهذا يتطلب دعما مهما كذلك، ليس قويا ولكن
مهما، يعني يتطلب رعاية مهمة. وهذا الصنف بالنسبة في المغرب مثلا يرتاد ويدمج في المدرسة. هناك الصنف الأول والمستوى الأول وينعت بالخفيف ويتطلب دعما كذلك، ولكن ليس دعما مهما أو دعما قويا أو مهما جدا. لأن هذه هي الأصناف ثلاثة المعروفة بالنسبة لدرجات اضطراب طيف التوحد. أسباب التوحد لم يتم تحديدها ليومنا هذا. ما نعرفه فقط أن ربما ليس مشكلة تعليمية، أيضا ليس اضطرابا أو مرضا نفسيا، إذن هو ليس مرض. من المحتمل أن تكون الأسباب متعددة، العوامل مثل الوراثات، التشوه القشري إلى آخره. الأبحاث العلمية الحالية أثبتت فرضيات، ولكن تبقى فرضيات دائما ليست مثبتة بشكل علمي. وإن كان من حين لآخر يعني نرى بعض الدراسات تخرج إلينا ببعض النتائج، لكن ليست مثبتة بشكل نهائي علميا. إذا هناك من يقول بأن الوراثة وعلم الوراثة، تشوهات على مستوى الدماغ، تكامل حسي أو ما ينتج عن مشكل في الأجهزة الحسية الاستشعارية، تغيير الشبكات العصبية، الهياكل العصبية المركزية. هناك العوامل البيئية كذلك قد تشكل أو قد تكون أسبابا افتراضية. سيرورة التشخيص الآن، متى سنهتم بتشخيص يعني الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟ متى سنخضعهم للتشخيص وما يسمى بالتشخيص المبكر؟ هناك علامات للإنذار المبكر. علامات الإنذار المبكر تبدأ في منذ 12 شهرا، يعني منذ السنة الأولى، حينما نلاحظ غياب الثرثرة الطفولية عند الطفل، حينما نلاحظ غياب التأشير أو غياب الإيماءات للتواصل. لأن هذه سمات السنة الأولى من حياة الطفل بين قوسين العادي. فإذا كان غيابها وحصل غيابها بالنسبة للطفل لطفل ما، فهناك احتمال الإصابة باضطراب طيف التوحد. إذا لا بد أن يتم الاهتمام بهذا الطفل. عند بلوغه ل 18 شهرا، أي سنة ونصف، حينما تغيب الكلمات فهذا مؤشر كذلك على أن هناك احتمال أو احتمالية الإصابة باضطراب طيف التوحد. أما إذا بلغ الطفل 24 شهرا و لا يستطيع مطابقة وتركيب الكلمات أو الجمل البسيطة، فهذا كذلك مؤشر وإنذار لضرورة إخضاعه للكشف وللتشخيص المبكر. علامة الإنذار المبكر يعني تتجلى أو يعني تتمظهر على مستويين. أولا مستوى الكشف المبدئي، والذي يبدأ كما رأينا في الشريحة السابقة منذ السنة الأولى من حياة الطفل، منذ متى؟ يعني في من 12 شهرا. السؤال الثاني الذي ينبغي طرحه، من الذي سيعالج أو من الذي سيقوم بالكشف المبدئي؟ من هو المؤهل لذلك؟ ليس أيا كان، ولكن طبيب الأطفال وطبيب أو طبيب الأسرة. كيف ذلك؟ هناك ما يسمى بأدوات الكشف المبدئي أو الكشف المبكر، ومن بينها أوردنا لكم هنا أداة تسمى بإم شط، وسنراها بعجالة بعد قليل. هناك كذلك التشخيص الشامل، هذا فيما يخص بالكشف المبدئي. بالنسبة للتشخيص الشامل يبدأ منذ السنة الثانية من عمر الطفل. إذن من يقوم بهذا؟ من هو المؤهل للقيام بهذا التشخيص الشامل؟ هو طبعا فريق متعدد التخصصات، ويترأسه طبيب نفسي للأطفال، بيدو بسيكياتر، طبيب نفسي للأطفال. كيف ذلك؟ طبعا يقوم بالتقييم الطبي والبيولوجي والتشخيصي بآليات علمية متخصصة في هذا المجال. تحدثنا على إمشاط كآلية للكشف المبدئي، وهي قائمة أو استبيانة تتكون من 20 سؤالا توجه لأولياء الأمور، فيها 20 سؤال على شكل نعم أم لا، وهي أيضا مجانية ومتوفرة على الإنترنت بعدة لغات بما في ذلك اللغة العربية. إذا هذه الاستمارة يقوم المربي المتخصص بتعبئتها مع أسرة الطفل ل يعني الكشف المبدئي حول احتمالية
يعني إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد أم لا. مثلا من بين الأسئلة المدرجة في هذا الاستبيان، هناك لو أشرت إلى شيء في الغرفة هل ينظر طفلك إليه؟ نعم أم لا؟ إذا هذا الاهتمام المشترك الذي تحدثنا عنه، فإذا كان الطفل ينظر معك إلى ما أشرت إليه فهذا مؤشر إيجابي، أما إذا كان لا ينظر إلى ما تشير إليه فهذا احتمال يعني يتطلب الاهتمام. هذا يعني الرابط أو الموقع الذي من خلاله يمكن تحميل هذه الشبكة، وكما قلنا فهي مجانية. طيب التكفل الآن، طبعا التدخلات الموصى بها قد نجد الكثير من التدخلات موجودة في على الشبكة العنكبوتية وموجودة في يعني متداولة بين الناس وفي المدارس وفي الجمعيات التربوية الخاصة، ليس ولكن ليست كلها موصى بها. ما معنى موصى بها؟ أن تحظى بمصادقة هيئات طبية عالمية معترف بها على المستوى العالمي، الهيئة العليا للصحة بفرنسا مثلا، المعهد الوطني للصحة والتمييز السريري، البرنامج الرعاية الصحي في اسكتلندا، الدليل التوجيهي لنيوزيلندا الجديدة، برنامج التمويل العام للتجارب السريرية بجيك. إذا كلها توصي بممارسات مهنية جيدة. هذه التدخلات الموصى بها والتي سنراها في الشريحة اللاحقة نشرتها وكالة الصحة الوطنية، ثم أيضا هي مبنية على أدلة علمية ذات مصداقية. إذا ما هي التدخلات الموصى بها التي أوصت بها هذه الهيئات العالمية؟ هناك علم تحليل السلوك التطبيقي اختصارا يعرف ب ABBA Applied Behavior Analysis، علم تحليل السلوك التطبيقي، علم تحليل السلوك التطبيقي بالفرنسية نسميه ABA ABA. طيب إذا هذا ABA إضافة إلى نموذج دينفر موديل دينفر، هذان نهجين موصى بهما علميا بأدلة قوية وذات فعالية من طرف الهيئات التي رأيناها، هذه الهيئات الخمس التي رأيناها. بالنسبة لتيتش في العمود الثاني هي نهج موصى به ولكن أدلته ناشئة، يعني ما زالت في التطور. أما بالنسبة التي على اليسار العمود الثالث فهي لا توجد أدلة على فعاليتها وهي التي أمامك. طيب سنرى الآن ABA ماذا يعني وما هي نتائجه وكيف يمكن توظيفها وما هي أهميته في التعامل المدرسي والأسري مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. لماذا قلنا أولا تعامل الأسري والمدرسة؟ إذا أدمجنا الأسرة أو أقرنا الأسرة بالمدرسة لأنه بالنسبة لتمادرس هذه الفئة من الأطفال لا يمكن أن نتحدث عن المدرسة لوحدها ولا يمكن أن نتحدث عن الأسرة لوحدها، لا بد من تكاتف الجهود وتكامل الجهود بين المدرسة وبين الأسرة من أجل تحسين مهارة الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد. لذلك عنوان هذه الورشة بفنيات وأساسيات التعامل الأسري والمدرسي مع ذوي اضطراب طيف التوحد، لأن لا يمكن إطلاقا أنه بل أحيانا قد تبني المدرسة وتهدم الأسرة أو العكس إذا لم يكن هناك يعني توافق وتكامل تواصل بين الجهتين، لأنهما يعني المكانين والجهتين مسؤولتان عن تربية الطفل في هذه المرحلة وهي التي يقضي فيها الطفل معظم أوقاته اليومية. طيب الآن ما هو علم تحليل السلوك التطبيقي؟ تحليل السلوك التطبيقي يقوم على حقائق موضوعية وقابلة للتحقق منها وقابلة للتكرار كذلك. قد تحدثنا عن تجربة هذه الاستراتيجيات على مستوى المؤسسة التعليمية وكذلك جمعيات التربية الخاصة. ثم أيضا جميع الاستراتيجيات المستخدمة مبنية على أبحاث مصادق عليها علميا.
أيضا علم يستمر في التطور، ما زال في التطور، لم يتوقف، لكن ما زالت هناك اكتشافات، استراتيجيات جديدة، تجارب إلى آخره. تحليل السلوك التطبيقي علم فيه استراتيجيات مستمدة من مبادئ سلوكية، إذن هي مستمدة من نظريات السلوكية، يتم تطبيقها بشكل منهجي وليس بشكل اعتباطي، ليس بشكل عشوائي، من أجل ماذا؟ تحسين السلوكات ذات الأهمية الاجتماعية. أيضا فيه يتم إنجاز تجارب في علم تحليل السلوك التطبيقي، ليست هناك تخمينات أو يعني الكلام النظري، ولكن هو يعني استراتيجيات نتيجة لتجارب من أجل تحديد المتغيرات المسؤولة عن التغيرات في السلوك. إذن هذا التحليل كما يظهر من اسمه تحليل السلوك التطبيقي، كأننا نحلل سلوكات التغيرات السلوكية وما هي تطبيقاتها وكيف يمكن فهمها من أجل الاستجابة إليها بشكل صحيح. أهداف التدخل متمركز على تحليل السلوك التطبيقي. الهدف الأساسي من تحليل السلوك التطبيقي هو تحسين الظروف المعيشية للشخص. هذا هدف عام، هو الهدف الذي يسعى إليه كل شخص، كل واحد منا يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية له، لكن بالأساس لأن هؤلاء الأشخاص لا ليست لهم القدرة الذاتية للوصول إلى هذه المرتبة، مرتبة تحسين الظروف المعيشية بأنفسهم، فلا بد من تدخلات للسعي إلى تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء الأشخاص. ولتحقيق هذا الهدف، تحسين الظروف المعيشية، يتم اعتبار 3 محاور. المحور الأول من خلال هذا علم تحليل السلوك التطبيقي ABA، نقوم بزيادة أو نعمل على زيادة السلوكات الملائمة، ثم إنقاص السلوكات غير الملائمة، ثم تعلم سلوكات ملائمة جديدة. إذا هناك زيادة السلوكات الملائمة، نقوم بتعزيز السلوكات الملائمة عند الطفل من أجل الحفاظ عليها وتثبيتها، نقوم في نفس الوقت بإنقاص سلوكات غير الملائمة عند هذا الطفل، ثم في المرحلة الثالثة نعلمه سلوكات ملائمة جديدة، إذا نغني رصيده من السلوكات بسلوكات إضافية ملائمة جديدة. طيب الآن كيف يتم ذلك؟ طبعا بالتعلم. إذا لهذا التعلم يحتاج إلى آليات للوصول بطفل ذوي اضطراب طيف التوحد إلى الحفاظ على مكتسباته السلوكية الملائمة، إنقاص سلوكاته الغير ملائمة، وزيادة سلوكات جديدة. لا بد للمربي سواء كان مدرسا أو مربيا أو أبا أو أما أو غيره من المتدخلين المعنيين بشكل مباشر بهذا الطفل في تعلمه، لا بد من أن تعرفهم ووعيهم بهذه الآليات. إذن آليات التعلم، هنا الخطاطة ABC. الخطاطة ABC هي الخطاطة التي بها نقوم بتحليل سلوك الشخص. إذن أي سلوك؟ ABC. السلوك هو B، السابق هو A، والنتيجة هي C. أي سلوك يصدره الشخص، الإنسان بشكل عام، يخضع لهذه الخطاطة، لهذه الثلاثية A B C. A هي السابق، B هي السلوك، C هي النتيجة. أي بمعنى آخر، أي سلوك نقوم به فهو له سابق، هذا السابق هو المحفز أو الحدث الداخلي الذي يحفز هذا السلوك. فإذا تحدثت مثلا فأنا قلت هذا الكلام لأن هناك وعي بهذا الكلام، هناك حاجة إلى أن أنطق بكلمة أو جملة إلى آخره عن طريق يعني مجموعة من المحفزات الداخلية. إذا أصدر سلوك معين هو ب. لكن أيضا علم تحليل السلوك التطبيقي لا يتوقف عند هذا الحد، بل ينظر حتى في نتيجة السلوك،
لأن نتيجة السلوك التي لا نهتم بها عادة هي التي تجعل السلوك يتكرر أو يتوقف. وهذه هي أو هذا هو مربط الفرس في تعلم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. هناك سلوكات عند هؤلاء الأطفال نريد تعزيزها لكي تظهر مرة أخرى، إذا سنؤثر على النتيجة، يعني ما بعد إصدار السلوك. وهناك سلوكات لا نريد أن تتكرر، إذا علينا أن نؤثر أيضا بشكل آخر على نتيجة هذا السلوك، أي ما يحدث مباشرة بعد السلوك. إذا تذكروا معي جيدا الخطاطة ABC، هي خطاطة تحليل جميع سلوكات الإنسان. السلوك هو بي، يحدث السلوك. السلوك يحدث نتيجة وبفعل السابق إي، وهو المحفز. وما بعد السلوك هو النتيجة، أي ما يحدث مباشرة بعد السلوك. لكن لاحظوا ماذا كتبنا جوار السلوك. هناك السلوك لابد أن يكون موصوفا بطريقة محددة وقابلة للملاحظة. الآن لاحظوا معي في الشريحة اللاحقة، إذا تكررت خطط ABC فإن التعلم سوف يحدث. لاحظوا معي مثلا هنا، هناك مثلا مربية وطفل ذوي اضطراب طيف التوحد تريده أن ينطق بكلمة كأس. طيب إذا السلوك هو كأس، السلوك هو كأس، أن ينطق الطفل بكأس. لكن السابق ما هو؟ السابق هو أن تنطق المربية بكأس. لاحظوا السابق الذي يحفز نطق الطفل بكأس هو نطق المربية أو طلب المربية أو تعليمات المربية، قل كأس، قل كأس، أو تقول فقط كأس، فيرد الطفل كأس. إذن السلوك هو كأس، السابق هو تعليمات المربية. إذا أردنا من هذا الكأس أن يتكرر مرة أخرى، بمعنى آخر، إذا كنا أخذنا الكأس بيدنا، كأس مجسم، كأس، كأس حقيقي، وقلنا وقالت المربية للطفل قل كأس، وهو ينظر إلى الكأس، إذن سيردد كأس. هذا الشكل العادي، طبعا هناك صعوبات ولكن لنعتبر هذا الشكل العادي. إذا هذا الطفل ينطق كأس، لكن علم سلوك التحليل التطبيقي لا يتوقف عند هذا الحد، ينظر في النتيجة. فإذا نطق الطفل كأس وأتبعته المربية في النتيجة بأحسنت، ممتاز، أنت رائع، هل سيتشوق هذا الطفل لنطق الكأس مرة أخرى؟ نعم، في غالب الأحيان. إذا هنا تتكرر الخطاطة ABC. إذا أعدنا مرة أخرى كأس سينطقه بشوق، لأنه يتلقى تحفيزا، وإذا أعطيناه ما يشتهيه، ما يحبه، من حلوى مثلا أو بين قوسين، هذا أقول يعني بشكل عام، إن هناك من لديه حساسية من الحلوى إلى آخره، أنا فقط أتحدث عن معززات محفزات للطفل. إذا إذا استعملنا محفزات سواء اجتماعية، سنراها في الشرائح اللاحقة، محفزات اجتماعية أو مادية أو إلى آخره، فهذا الطفل سيتحفز لنطق اسم كأس مرات عديدة، فتتكرر هذه الخطط ABC فيحدث التعلم. أما تصوروا لو أن هذه مثلا هذه المربية نطق كأس أو نطقه بشكل قريب فنهرته، نهرت الطفل، يعني عاتبته، لماذا لم تقل بصوت مرتفع؟ أو لماذا لم تقل الكأس بشكل صحيح؟ هل سيتشوق هذا الطفل لقوله مرة أخرى؟ طبعا لا، حتى إذا قاله سيقوله بخوف أو بتردد أو باضطراب نفسي. إذن تكرار هنا الخطاط ABC سيكون متعثرا وصعبا، وبالتالي فالتعلم سيكون متأخرا ومتأثرا كذلك. لماذا؟ لأن النتيجة ليست سليمة، أي النتيجة التي تعقب سلوك الطفل ليست نتيجة سليمة. أتمنى أن تكونوا
هل فهمتم قصدي من هذا الشرح؟ طيب، إذا شكرا، تحدثتم عن التعزيز، سيأتي هذا في الشريحة السابقة، شكرا لك. طيب، إذا قلت إذا تكررت خطط أب بي سي فإن التعلم سوف يحدث. طيب، ما قلنا، ما تحدثنا عنه في تحفيز إجابة المتعلم يسمى بالتعزيز، إذا حينما تتكرر خطط أب بي سي يزيد أو يقل السلوك المستقبلي، فهنا نتحدث عن التعزيز. إذا تكرار خطط أب بي سي هذا تعزيز للسلوك الذي أنتجه الطفل. إذا فالتعزيز هنا هو زيادة السلوك. إذا زاد السلوك فأكيد أن هناك تعزيز حفز هذا السلوك لكي يزداد ويتكرر. إذا هذا تعزيز. لكن تحدثنا عن العكس كذلك. العكس هو العقاب. لاحظوا، إذا في علم تحليل السلوك التطبيقي نتحدث عن مبدأي التعزيز والعقاب. التعزيز حينما يزيد السلوك، والعقاب حينما يقل السلوك. ولاحظوا كتبناه بالأحمر وبشيء بشكل وماضي، لأنه من أخطر النتائج التي يمكن أن يستخدمها المربي، لأن عواقبها وخيمة، رغم أن العقاب الذي نتحدث عنه هنا ليس بالضروري عقابا جسديا ولا حتى نفسيا، سنرى ذلك في أمثلة لاحقة. إذا ما ينبغي فهمه إلى حد الآن هو أن هناك مبدأين أساسيين من مبادئ علم تحليل السلوك التطبيقي. أولا، هناك التعزيز وهو المفضل في علم السلوك التحليل التطبيقي، الذي يساعد على تعزيز السلوك وعلى تكرار السلوك وعلى ارتفاع منسوب السلوك أن يتكرر. تذكروا دائما مثال الكأس الذي أعطيته لكم. وهناك عكس ذلك، المبدأ الثاني، العقاب، الذي يأتي يعني نتيجة يعني نتيجة تقليل السلوك. فإذا العقاب نتيجته أن السلوك يكون يقل، فلا يستمر ولا تتكرر يعني خطط أب بي سي. طيب، إذا نحن أمام مبدأ التعزيز والعقاب. لاحظوا معي هذا الجدول. هذا المبدأ، مبدأ التعزيز والعقاب، يرتبط بزيادة السلوك أو بتقليل السلوك. إذا أردنا أن يزيد السلوك، هناك سلوك جيد أصدره الطفل أو نتج عن الطفل، فهنا دائما نستخدم التعزيز. لكن إذا أردنا أن يقل السلوك فهنا نتحدث عن العقاب. لكن قلت العقاب لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا العقاب بالمفهوم التقليدي. هنا عقاب تربوي، ورغم ذلك فهذا العقاب غير موصى به. إذن حينما يزيد، حينما تابعوا معي هنا، لأن لدينا أمثلة يعني التطبيقية فيما بعد هذه الشريحة. لاحظوا، حينما يزيد، نريد أن يزيد السلوك ونضيف محفز معين، فهنا نتحدث عن التعزيز الإيجابي. التعزيز الإيجابي، مثلا قلنا كأس، يقول الطفل كأس، فنضيف محفز، يعني نقول له أحسنت، أو نعطيه حلوى. إذا نضيف شيئا في النتيجة، لاحظوا النتيجة نضيف فيها محفز. حينما نضيف المحفز لكي يزيد السلوك فهذا تعزيز إيجابي. لكن حينما نريد أن يقل السلوك
بإضافة محفز معين، فهذا نسميه بالعقاب الإيجابي. تذكروا هذا جيدا، التعزيز الإيجابي العقاب الإيجابي. ثم سنتحدث حينما نسحب محفز في النتيجة، يعني بعد السلوك نسحب شيئا معينا، ونتحدث عن التعزيز السلبي إذا أردنا أن يزيد السلوك، ونتحدث هنا عن العقاب السلبي إذا أردنا أن يقل السلوك. والأمثلة ستأتي في الشريحة اللاحقة، لكن طبعا بتعاونكم. طيب، إذا قلت السلوك من حيث المبدأ، السلوك إذا أردنا أن يزيد فنحن نتحدث عن التعزيز. إذا كان السلوك سيزيد بإضافة محفز في النتيجة فهذا تعزيز إيجابي. إذا كان السلوك سيزيد بسحب محفز في النتيجة فهذا تعزيز سلبي. هذا بالنسبة للتعزيز، بالنسبة لزيادة السلوك. أما إذا أردنا أن يقل السلوك، إذا أردنا أن يقل السلوك بإضافة محفز في النتيجة فهذا عقاب إيجابي. وإذا أردنا أن يقل السلوك بسحب محفز في النتيجة فهذا عقاب سلبي. لدينا التعزيز في الزيادة والعقاب في التقليل، الإيجابي في إضافة محفز في النتيجة، والسلبي في سحب المحفز في النتيجة. طيب، الآن لنرى مثال لذلك. لاحظوا معي هذا الجدول. هنا خطوط أب بي سي، السابق اللي هي A، السلوك B، النتيجة اللي هي C. المثال الأول تمرين تم إعطاؤه من طرف المعلمة. إذا أعطت تمرين للطفل، السلوك الذي قام به الطفل هو القيام بالتمرين، إذا أنجز التعليم وأنجز التمرين. النتيجة طبعا المعلمة تعطي نقطة جيدة للطفل. هل هذا تعزيز أم عقاب؟ هل هو تعزيز أم عقاب في نظركم؟ نعم، هل هذا تعزيز أم عقاب؟ نعم، جيد، هو تعزيز، صحيح. لماذا؟ لأن جيد، لأن الطفل قام بعمل جيد، قام بسلوك جيد، وهذا السلوك نريده أن يتكرر، أن يزداد. إذا حينما نريد أن يتكرر السلوك أو يزداد السلوك فنحن نتحدث عن التعزيز. لكن في النتيجة هل أضافت له المعلمة شيء أم سحبت شيء؟ هل أضافت شيء أم سحبت؟ المعلمة تعطي نقطة جيدة، إذا المعلمة في النتيجة أعطت للطفل شيء إضافي، أضافت له. إذا هل هو تعزيز إيجابي أم تعزيز سلبي؟ إيجابي طبعا، ممتاز، نعم. إذا هو تعزيز إيجابي، ممتاز. إذا تعزيز إيجابي إذا تكرر السلوك أو ازداد السلوك، ممتاز. تعزيز بلس إذا زاد السلوك، تعزيز إيجابي. لنلاحظ المثال الثاني. في فصل دراسي ممل، هذا السلوك السابق، السياق السابق، السلوك هو أن الطفل يتحدث مع زميله. طبعا هذا العمل لا يرضي ولا يعجب أغلبية الأساتذة المدرسين داخل القسم، فهو سلوك سلبي، لا يريد الأستاذ أن يتكرر هذا السلوك، أن يتحدث الطفل أو التلميذ مع زميله. النتيجة ساعة من العمل الإضافي، إذا في النتيجة الأستاذ أضاف لذلك الطفل ساعة من العمل الإضافي، مثلا عوض أن يخرج في 10 صباحا أعطاه عملا إضافيا إلى 11. إذا هل السلوك هذا يريدها أن يزداد أم أن ينقص؟ إذا هل هو تعزيز أم عقاب؟ هل هو تعزيز أم عقاب؟ ممتاز، إذا هو عقاب، جيد، ممتاز، نعم هو عقاب. طيب، في النتيجة هل هناك إضافة في النتيجة أم هناك سحب لشيء معين؟ هل هناك إضافة؟ هل أضاف الأستاذ شيء أم سحب شيء؟ لاحظوا،
إذن هناك من قال سحب، هناك من قال إضافة. هنا إضافة لأنه أضاف ساعة، أضاف ساعة من العمل. ليه؟ إذن أضاف عبئا للطفل في النتيجة. إذن هذا عقاب، هذا إيجابي ممتاز. نعم، هذا عقاب إيجابي ممتاز. لماذا؟ لأن هناك إضافة شيء في النتيجة. إذن قلنا هناك إضافة شيء، إذن هو عقاب موجب، عقاب إيجابي إذا قل السلوك. نعم، لنرى المثال الثالث. هناك مطر يهطل، هذا السابق، السياق السابق، سلوك الطفل يفتح المظلة، النتيجة وأن الطفل لا يبتل من المطر، لا تبتل من المطر. طيب، لنحلل هذا السلوك، هذه الخطط A B C دائما. إذن السلوك هنا فتح المظلة، هل هو سلوك جيد حينما يرى الطفل المطر؟ هل ينبغي أن يفتح المظلة؟ صحيح، نعم، يجب أن يفتح المظلة، وبالتالي هذا سلوك إيجابي، لا بد أن نعزز هذا السلوك، سنعززه، مفهوم؟ طيب، إذن هذا سلوك جيد، ممتاز. إذن هذا السلوك الجيد هل يحتاج إلى تعزيز أم عقاب؟ يحتاج إلى، نعم، إلى تعزيز طبعا. نعم، شكرا، تعزيز. طيب، في النتيجة ماذا وقع؟ هناك المطر، تم سحب المطر، تم سحب المطر عن الطفل. إذا الطفل لم يعد يبتل من المطر. لماذا؟ لأنه وضع حاجز بينه وبين المطر الذي هو المظلة. إذا ماذا، بماذا قام في النتيجة؟ هناك سحب لشيء في النتيجة، سحب لشيء في النتيجة الذي هو المطر. إذا فهو، عفوا، نعم، فتح المظلة وتعزيز ماذا؟ سلبي، وتعزيز سلبي، نعم، تعزيز سلبي. نعم، ثم في النهاية، يعني المثال الرابع، تحولت إشارة المرور إلى اللون الأحمر. هذه وضعية، جاء السائق، السلوك الذي قام به هو عدم احترام الضوء الأحمر. النتيجة هي سحب رخصة السياقة من طرف شرطي المرور. إذن هذا السلوك سلوك جيد، طبعا هو سلوك غير جيد. إذن لكي ينقص هذا السلوك، هل يحتاج إلى تعزيز أم إلى عقاب؟ يحتاج إلى عقاب، لأنه سلوك ينبغي أن ينقص. قلنا إذا أردنا أن ينقص السلوك فنحن نتحدث عن العقاب، لكن في النتيجة ماذا وقع؟ هناك سحب لشيء أم زيادة لشيء؟ هناك طبعا هناك سحب، صحيح، هناك سحب. إذن هناك عقاب وهناك سحب، وبالتالي فهو، كيف هو؟ عقاب سلبي، نعم، هناك عقاب سلبي. إذن لاحظوا أن مبادئ التعزيز والعقاب هكذا تقع بأشكالها الأربع بالنسبة للتعامل مع سلوك الطفل. إذا قام الطفل بسلوك جيد أردنا ينبغي تعزيزه، إما بإضافة شيء فنتحدث عن التعزيز الإيجابي، أم بسحب شيء فنتحدث عن التعزيز السلبي. أما إذا قام بسلوك غير مرغوب فيه، غير ملائم، إذن ينبغي حذفه وتقليله وعدم تكراره، فهنا نتحدث عن عقاب. إذا أضفنا في النتيجة شيء فهو عقاب إيجابي، أما إذا سحبنا شيء فهو عقاب سلبي. الآن سنتحدث عن استخدام التعزيز كأولوية. التعزيز هو الآلية الأكثر فعالية على المدى الطويل، هو أكثر احتراما للشخص. إذن لذلك فعلم تحليل السلوك التطبيقي يوصي باستخدام التعزيز أكثر من العقاب. لماذا؟ لأن العقاب يمكن أن يكون فعالا لكن على المدى القصير، ولكنه أيضا يفقد فعاليته على المدى الطويل، إذن غير صالح
لمدة طويلة. أيضا العقاب يؤدي إلى سلوك يحكمه الخوف والخضوع. يمكن أن يعني يقوم الطفل بسلوك الذي يرغب فيه الأستاذ أو المربية، لكن بفعل الخوف فقط والخضوع. يمكن أيضا أن يؤدي إلى مشاعر السلبية، عدوانية، تجنب، الرهاب، تدني احترام الذات، فقدان الثقة مع الكبار إلى آخره. ثم أيضا، وهذا شيء خطير جدا ونراه في بعض المواقف في الحياة، عند بعض الأساتذة وعند بعض يعني في شتى مجالات الحياة، أنه يعطي نموذجا سيئا للتفاعل مع الشخص. احتمال تجد مثلا المدرس يستعمل العقاب البدني أو النفسي لأنه كان يعاقب بنفس الشكل حينما كان صغيرا، فيقلد يعني نموذجا سيئا منذ صغره. إذا هذه هي يعني نعم، حتى وإن كان العقاب إيجابيا أو سلبيا، فمن الأحسن تجنبه قدر الإمكان. طيب، إذا دائما الأفضلية هي للتعزيز في علم تحليل السلوك التطبيقي، ولا يلجأ إلى العقاب إلا حينما يكون المربي، سواء حينما نقول مربي الأستاذ أو الأسرة أو غيره، حينما يكون مضطرا ولا سبيل إلا إلى العقاب، والعقاب بالشكل الذي رأيناه، وليس العقاب البدني أو النفسي الذي يترك أثرا سيئا في نفسية الأطفال. الآن تحدثنا عن التعزيز والعقاب، وما دمنا نفضل أو علم السلوك التحليل التطبيقي يثير المعزز أو التعزيز على العقاب، فسنتحدث الآن عن المعززات. ما هي المعززات؟ وحتى هذه المعززات، وقد تحدثنا عن بعضها قبل قليل حينما تحدثنا عن معززات اجتماعية، مثلا شكرا، جيد، ممتاز إلى آخره، أو معززات مادية كالحلوى إلى آخره. هذه المعززات كذلك استعمالها بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك خصصنا في هذه الورشة حيزا للحديث عن المعززات وطريقة يعني استعمال هذه المعززات. لنتعرف أولا معكم عن أنواع المعززات. هناك معززات ملموسة، مثلا كتاب، ألعاب، يعني شاشات، تابلت إلى آخره. هناك معززات على شكل أكل كشوكولاتة، حليب شوكولاتة، حلوى إلى آخره. طبعا كما قلت هذه أمثلة فقط، ولا يعني ليست حصرية، ولا يمكن طبعا التقيد بها كمعززات في جميع الحالات، لأن هناك مأكولات ممنوعة لبعض الأطفال إلى آخره. فقط هنا للتعريف فقط والتمييز بين أنواع المعززات. أنشطة معززة، مثلا استماع الموسيقى، التجول، السباحة، يعني رياضة الدراجات إلى آخره. معززات حسية، هنا لمسية إلى آخره، أنواع ديال الألعاب اللمسية، اللعب بالرمال إلى آخره. هذه كل معززات حسية تشعر أو تلبي رغبات حسية عند بعض الأطفال. أنواع المعززات كذلك هناك، إذا هذه في كفة كلها، وهذه في كفة أخرى. لماذا؟ هذه معززات اجتماعية، والمعززات الاجتماعية نقصد بها مجموعة من المعززات الموجودة في المجتمع التي يتم تداولها بشكل يعني يومي، مثل ابتسامات، تشجيع، اضرب خمسة، عناق، دغدغة إلى آخره. لها إيجابيات ولها سلبيات. طبعا هي طبيعية سهلة، يفضل أكثر مقارنة مع المعززات الأخرى. هي سهلة الاستخدام لأنها لا تحتاج إلى أدوات، فقط ننطق بها أو نقوم بحركة للتعبير عنها. لكن سلبياتها هي أن أغلب الأشخاص ذوي التوحد للأسف يتفاعلون قليلا مع المعززات الاجتماعية، خصوصا في بداية تعلمهم المهارات الحياتية. إذا الآن الاستخدام الجيد للمعززات، إذا لا يكفي فقط أن نقول أننا استعملنا معززات، ولكن لا بد أن نراعي الاستخدام الجيد لهذه المعززات. كيف ذلك؟ هناك ما يسمى بقاعدة التواطؤ الاستعجال. لاحظوا معي، قاعدة التواطؤ الاستعجال. هذه القاعدة
تتجلى فيما يلي. مثلا هناك طفل له سلوكات معينة، لأنه يصرخ من حين لآخر، يعني تأتيه نوبة صراخ. طيب، تعلمون بأن المعزز يلجأ إليه المربي لكي يعزز به سلوكا جيدا يصدره الطفل. إذا اقتران المعزز بسلوك يصدره الطفل يجعل الطفل يفهم بأن هذا السلوك جيد ويسعى إلى إعادته. لكن تصوروا لو أن مثلا مثال الكأس الذي قلناه سابقا، تصوروا أن المربية قالت قل كأس، قال الطفل كأس فعلا، لكن أتبعه مباشرة صراخ. بعد ذلك الصراخ قالت المربية ممتاز جيد. المربية ماذا تقصد هنا؟ ماذا تقصد أن تعززه؟ نعم، أن تكافئه. تقصد أن تعزز سلوك كأس، يعني حينما قال الطفل كأس كأس، هي لا تقصد أن تعزز، نعم ممتاز، أن تعزز سلوك الصراخ. إذن هنا ينبغي التحذير من التواطؤ في تعزيز سلوك الصراخ بدل الكأس. لذلك ينبغي الاستعجال في التعزيز. إذن الاستراتيجية الأولى استخدام التعزيز هي الاستعجال والانتباه إلى ما يعززه المربي، لأن الطفل يربط بين التعزيز وبين السلوك الذي يصدره. إذن حينما تقول المربية كأس وينطق الطفل كأس، مباشرة تتبعه التعزيز ممتاز قبل أن يصرخ. لكن إذا صرخ مباشرة لم يدع مجالا للمربية قبل لتعززه، ماذا ستفعل المربية هنا برأيكم؟ ماذا ستفعل لو أن الطفل قال فعلا كأس وبسرعة أتم كلمة كأس قبل أن تعزز المربية سلوك الكأس؟ بدأ في الصراخ، في نوبة الصراخ، ماذا ستفعل المربية هنا؟ إذا المربية طبعا ستقوم، نعم ممتاز، ستقوم تعيد السؤال. إذا ستقوم بماذا؟ بتعزيز المحايد، تسمي بالتعزيز المحايد، يعني لن تعزز شيئا، لن تعزز ولن تقوم بردة فعل، بل تعيد السؤال قل كأس مرة أخرى. إنما يعيد كأس مرة أخرى آنذاك تعزز بسرعة حتى يفهم الطفل بأن التعزيز يهم الكأس ولا يرتبط بالصراخ. إذن هذه هي قاعدة التواطؤ والاستعجال. لاحظوا هناك السلوك المستهدف يقول بونجور، يعني صباح الخير. السلوك المتطفل هو صراخ الصغير. إذن التعزيز أو المعزز يجب أن يكون قبل السلوك، يجب أن يكون قبل السلوك، تجنب تعزيز السلوك المتطفل عن غير قصد. كلما كان المعزز فوريا كان الارتباط أوضح بالسلوك المستهدف، يعني تعلم الأسرع. في إطار الاستخدام الجيد للمعززات كذلك، تأثير الحجم والمقدار. هل العبرة مثلا حينما نريد أن نعزز بإعطاء الطفل حلوى إذا كان يحب الحلوى، وطبعا مع الانتباه إلى أن الحلوى لا تضره في صحته، حينما نعطيه هذا الحلوى بأي قدر نعطيه الحلوى؟ هل نعطيه مقدارا أكبر أم مقدارا أقل وقليل؟ إذا هنا دائما لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا كثير، نعطيه قدرا متوسطا ليس مهملا درجة أنه قليل جدا، وليس كثيرا لدرجة يشبعه، لأننا سنحتاج لإعطائه مرة أخرى. لذلك ينبغي أن نتحكم في استخدام هذا المعزز بشكل جيد وبالتأثير
في الحجم والمقدار. أيضا إذا كنا نعطيه الحلوى اليوم وغدا والأسبوع المقبل ودائما بشكل يومي، هل هذا الطفل سيستجيب لتعلمنا؟ لا، سيمل من هذا التعزيز، سيمل من هذا المعزز. لذلك لا بد من تنويع المعززات، كأن نخصص معززات خاصة بالأسبوع الأول مثلا، معززات بالأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، وإذا تكررت نفس المعززات بعد أسبوعين أو 3 أسابيع فلا بأس. إنما لا ينبغي الاقتصار دائما على نفس المعززات يوما بعد يوم، يوما بعد يوم إلى آخره. إذا هناك تنويع للمعزز من أجل الحفاظ على قوة المعزز، لأن قوة المعزز بتكرار استخدامه إذا تتلاشى. دائما الاستخدام الجيد للمعززات. هذه مسألة مهمة جدا، لا بد من ربط المعزز بالتعزيز الاجتماعي. التعزيز الاجتماعي كلما هو، وذلك التعزيز الموجود في المجتمع المتداول، كأن نقول للطفل أحسنت، جيد، يعني نعنقه، نشد على أيديه. إذن هذا هو التعزيز الاجتماعي، ابتسامة نعم نحضنه إلى آخره. كل الأشكال، أشكال التعزيز الموجودة في المجتمع، التي المتداولة في المجتمع، التي يميل إليها كل الأشخاص، حتى نحن الكبار يعني نرغب في أن نتلقى تعزيزات من الآخرين حينما نفعل شيئا جيدا. حينما يقول لك شخص شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، إذا كلنا نحب هذا النوع من التعزيز، فما بالك بالطفل. لكن الطفل الذي لا يفهم هذا التعزيز الاجتماعي في صغاره، هل هذا يعني أننا سنتخلى عن هذا التعزيز الاجتماعي؟ لا، حينما نقدم له الأنواع الأخرى التي ذكرناها، أنواع التعزيز الأخرى، لاحظوا هذه الأنواع التي ذكرناها هنا، حينما نقدمها للطفل فنحن لا نستغني عن التعزيز الاجتماعي، دائما نرفقها مع التعزيز الاجتماعي. حينما نعطيه مثلا لعبة، فنقول له، إذا نمد له اللعبة وفي نفس الوقت نقول له أحسنت، جيد، إذا هو يسمع ذلك التعزيز الاجتماعي مرفوقا بالتعزيز الملموس أو التعزيز على شكل أكل أو التعزيز الحسي إلى آخره. إذا دائما نرفق التعزيز الاجتماعي مع التعزيز الأنواع الأخرى من التعزيز التي رأيناه التي أمامكم. لماذا؟ لأن الهدف بعد مدة وأن يتم إزالة المعززات الأخرى للإبقاء على المعززات الاجتماعية، لأن المعززات الاجتماعية هي التي سترافق الطفل، هي التي سيحتاج إليها، هي التي لا تحتاج إلى وسائل إلى غير ذلك. إذن هي الوظيفية، هي المعززات الوظيفية والأكثر وظيفية في المجتمع. مفهوم؟ قلنا أنها يعني مهمة جدا، لأنها طبيعية، لأنها سهلة في الاستخدام، ولأنها يعني تفضل عند الجميع لبساطتها وسهولتها. إذا لابد أن نرفقها، حتى وإن كان الطفل في البداية لا يفهم معناها، لكن ينبغي أن يسمعها على الدوام، حتى إذا أزلنا يعني المعزز المادي في يوم من الأيام أو بشكل تدريجي، فسيبقى في ذهنه وفي ذاكرته ذلك المعزز الاجتماعي، فيكون له أثر إيجابي في ذهنه وفي يعني سلوكه أو على سلوكه. إذا لاحظوا مثلا إذا أعطيناه لعبة فلا بد أن نرفقها بتعزيز اجتماعي، فنقول مثلا برافو، ولا أحسنت، جيد، أنت ممتاز، أنت رائع، كلها. إذا هنا ماذا نفعل؟ ننقل قوة المعزز المادي إلى المعزز الاجتماعي، وهذا شيء ضروري في الاستخدام الجيد للمعزز. هناك كذلك ما يسمى برمز الادخار، ايكونومي دو جوتون، نسميه بالفرنسية ايكونومي دو جوتون. هذا رمز الادخار هو أحيانا حينما نكون في حصة تعليمية مع الطفل، ففي كل سلوك إيجابي يحتاج إلى إعطائه معزز معين، نعطيه معزز سواء كان اجتماعي أو كان مادي، في كل مرة نعطي معززات. هناك تقنية تسمى بالرمز الادخار، ندخر المعزز الرئيسي، المعزز الذي يحبه الطفل، إلى نهاية الحصة،
يعني بعد عدة سلوكات جيدة. لا نعطيه، لا نضطر نعطيه المعزز في كل مرة في كل مرة في كل مرة، ولكن نجمع، كأننا نجمع تلك المعززات ونستبدلها بمعزز يحبه أو قوي عند الطفل ينتظره. هذا ما نسميه برمز الادخار. لاحظوا هنا، هذا رمز الادخار عبارة عن أقراص، مثلا 5 أقراص، في كل مرة نضع للطفل، كل مرة يصدر الطفل سلوكا جيدا نضع له يعني رمزا أول، والسلوك الثاني نضع الرمز الثاني، السلوك الثالث نضع الرمز الرابع، السلوك الخامس نضع الرمز الخامس. حينما نصل إلى 5 رموز نستبدلها يعني اللعبة التي يحبها أو الأكل الذي يحبه، المهم المعزز الذي يريده. هذه تسمى بتقنية رمز الادخار. الأطفال الذين يجدون صعوبة في انتظار المعزز، الأطفال الذين يحتاجون إلى إشارة لمعرفة موعد انتهاء الحصة التعليمية، إذا بهذا رمز الادخار أيضا نعلم الطفل الصبر إلى نهاية الحصة حتى يحصل على معززه الرئيسي، وأيضا يعرف به كم يتبقى في حصته، لأن أغلب هؤلاء الأطفال لا يقدرون على الصبر إلى نهاية الحصة التعليمية. يسمح لك بالتقليد التدريجي من استخدام معززات الملموسة في كل مرة، نعوض نستخدم 5 معززات، كل مرة نعطي معزز، نستخدم معززا واحدا في نهاية التعلم. مثلا استخدام رمز الادخار هنا نستبدله بلعبة، 5 رموز، ثم في النهاية نعطيه لعبة يحبها. نعم. طيب، إذا هذا نموذج لفيديو يوثق ويبين توضيحي لاستخدام هذا رمز الادخار الذي تحدثنا عنه، سنشاهده سويا. عفوا دكتور، الفيديو متوقف ولا يوجد صوت. دكتور عدنان، نعم الدكتور، لا يوجد صوت والفيديو واقف. الفيديو واقف. نعم لا يوجد صوت ولا تتحرك الصورة عندنا. إذا هناك مشكل في ربما التغطية، لا أعتقد، أنا عندي يشتغل بشكل جيد، لكن ربما مشكل التغطية لا أدري. على كل حال، إذا قد سأعيد. تكون مشاركة الصوت أيضا متوقفة دكتور. عفوا، طيب، إذا سأعيد مرة أخرى دكتور، إذا كان لم يشتغل ف نستغني عنهم الفرصة أخرى إن شاء الله. والآن دكتور، أيضا الآن لم يعمل، لم متوقف الفيديو. لا يعمل. نعم إذا الصوت يشتغل والفيديو متوقف. أنا عندي لا يظهر لا صوت والفيديو متوقف. طيب، إذا معذرة. أرى بعض التعليقات تقول يوجد صوت، لكن صوت واضح لكن العرض متوقف. متوقف، لا أدري إن كنت هذا شغلته من الرابط مباشرة، لا أدري إن كنت سأذهب إلى الفيديو من الحاسوب، هل ستنجح العملية؟ سأجرب، إذا لم تنجح نستمر في العرض. طيب على بركة الله، تفضل دكتور.
مع الدكتور؟ أيضا دكتور لا يوجد صوت، وأيضا الفيديو لم يظهر. قد تكون مشاركة الشاشة فيها خطأ، لا أعرف إذا يعني نسوي عملية إيقاف لمشاركة الشاشة وإعادة مشاركته مرة أخرى. طيب وأيضا في خيار مكتوب عليه مشاركة الصوت حتى يظهر الصوت لدينا. أستاذ عيسى، نعم السيدة. يمكنك الاستمرار لأن تشرح الفيديو، يمكنك الاستمرار. شكرا. الآن هل تتابعون الفيديو؟ لا دكتور، لا يوجد لا فيديو ولا صوت. طيب إذا نرجع نستغل للإعادة. الوقت يعني دكتور، عفوا، ونكمل ونشرح الفيديو يعني إذا إن أحببت. تفضل، على بركة الله. إذا سأرجع الدكتور إلى العرض. نعم دكتور، تفضل، على بركة الله. طيب الفيديو كان فقط سيشرح، يعني هو التوضيحي بين مربية وطفلة، طريقة استعمال يعني ليكونومي دي جوتون، يعني التقنية التي تحدثنا عنها بخصوص يعني استخدام معزز مرة واحدة عوض استعماله عدة مرات، وهي يعني طريقة رمز الادخار التي شرحناها من خلال هذه الشريحة. طيب إذا الوقت يداهمنا، سأحاول الإسراع نوعا ما. طيب إذا ما رأيناه إلى حد الآن
هو اعتماد يعني عين تحليل السلوك التطبيقي على مبدأ التعزيز بالأساس. رأينا العقاب ولكن قلنا أن التفضيل للتعزيز طبعا، ورأينا أشكال التعزيز وكيفية استخدام هذا التعزيز وضرورة الارتباط ببعض التقنيات التي تواكبه. الآن قبل التدخل، قبل التعلم، هناك مجموعة من الاستعدادات التي ينبغي القيام بها. أولى هذه الاستعدادات تسمى باختبار التفضيلات أو التعزيزات. قلنا أننا سنستخدم المعززات كمبدأ أساسي في التعامل مع الطفل، لكن هل أي معززات هي تغري الطفل؟ هل ينبغي استخدام أي معززات بشكل عشوائي؟ كيف سنتأكد من أن هذه المعززات هي التي تشكل أفضلية عند الطفل أو الأخرى؟ ما الأحسن عند الطفل؟ هل المعزز الاجتماعي أم المعزز المادي أو معزز الأكل إلى آخره؟ إذا هنا نلجأ إلى ما يسمى باختبار التفضيلات كأول العمليات التي نقوم بها قبل بداية التعلم، حتى نصنف التعزيزات أو المعززات التي يحبها الطفل في ملف، يعني ملف التعزيز المحتمل، فنصنفها إلى أنواع وإلى درجات. فنصنف معززات يعني التي لها أهمية كبرى عند الطفل، مثلا معززات بصرية، إذا نقوم بتصنيف مجموعة من المعززات فنرتبها من الخفيفة إلى المتوسطة إلى القوية، يعني حسب إلى الأكثر قوة حسب يعني أفضلية الطفل. معززات، هناك معززات مثلا يعني صوتية، هناك معززات لمسية إلى غير ذلك. إذا لابد قبل أن نبدأ التعلم أن نعد لائحة للمعززات عن طريق جلسات أو حصص اختبار المعززات. وهناك عدة تقنيات، طبعا لا يسع المجال للحديث عن تقنيات اختبار المعززات، هناك اختبارات ثنائية، اختبارات ثلاثية إلى آخره، من أنواع اختبارات في بيئة منظمة، في بيئة مبعثرة، في بيئة طبيعية إلى آخره، من الكثير من الاختبارات الموجودة بخصوص هذه المعززات. إذا طبعا دكتور، إذا شئتم في يعني فرصة قادمة إن شاء الله، الآن سنحاول أن نلامس مجموعة من الاستراتيجيات بشكل استعراضي، لكن ممكن إذا سنحت يعني الفرصة في حلقات قادمة إن شاء الله مخصصة لكل تقنية من التقنيات، يعني ورشة خاصة بها للغوص فيها وللتمرن عليها بدقة وبشكل عميق. طبعا قلنا نحن هنا بصدد الحديث عن تفضيلات المعززات. ثم من بين التقنيات الأخرى التي تسبق التدخل دائما في الاستعداد للتدخل، قلنا التدخل نقصد به التعلم، إذا قبل التعلم قلنا هناك اختبار التفضيلات، هناك عمل الاقتران، الاقتران بيغينغ. هذا عمل الاقتران، لماذا عمل الاقتران؟ عمل الاقتران لأن الطفل ذوي اضطراب في التوحد غالبا ما يجعل نفسه عالما خاصا به، لا يقبل أن يدخل إليه الغريب أو الأجنبي بسهولة، لذلك على المربي أن يعرف بعض تقنيات لاختراق هذا العالم من أجل أن يتقرب لهذا الطفل حتى يفتح أو ييسر باب التعلم والتعامل مع هذا الطفل. هذه التقنية نسميها بالاقتران. ما هو الاقتران؟ الاقتران أو الاشتراك مطابقة عنصر معزز بعنصر محايد، بحيث يحصل هذا العنصر المحايد بدوره على القوة المعززة. كيف ذلك؟ لدينا عنصر معزز ولدينا عنصر محايد. سننقل حينما تنتقل قوة المعزز، الطفل يميل إلى هذا العنصر المعزز، مثلا نشاط معين أو مثلا يعني البالونة،
اللعب بالبالونة مثلا، الرسم مثلا، لعب بالكرة، هذه كلها يمكن أن تكون أنشطة أو أشياء معززة بالنسبة للطفل. لكن بالنسبة لي أنا كعنصر محايدا بالنسبة لهذا الطفل، إذا لابد أن أعمل على نقل لابد أن أعمل على الاقتران مع هذا الطفل بنقل قوة ذلك المعزز لدى الطفل إلى المعزز المحايد الذي هو أنا، حتى أكتسب تلك القوة المعززة لكي يتيسر لي التعامل مع هذا الطفل ولكي يتجاوب معي ويتفاعل معي. هذا هو تعريف الاقتران بشكل مبسط. لكن الاقتران كما قلنا بالنسبة للاستخدام التعزيز ليس أمرا سهلا وليس أمرا صعبا، لكن يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى ضوابط ومراحل وعمليات. إذن الاقتران خطواته 5 خطوات أساسية. الخطوة الأولى لا بد للمربي الذي يقوم بعملية الاقتران مع الطفل أن يتحكم في الوصول إلى المعززات، يعني أن يقوم بتهيئة البيئة التي ستتم فيه أو فيها عملية الاقتران مع الطفل. إذا فهمنا الآن الاقتران، أنا مربي أو أستاذ لدي طفل جديد لكن لديه اضطراب طيف التوحد، إذا لا يريد التعامل معي منذ البداية، يهرب عني، يعني يتحاشى المواجهة، لا يتحدث معي، لا يتفاعل معي، إلى آخره. ماذا إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى عمل الاقتران معه، بيغينغ. لعمل الاقتران لا بد من الانضباط والخضوع لهذه الخطوات الثلاث، اتباع الخطوات التي سنراها الآن. أولا قلت الفضاء والبيئة التي سيتم فيها الاقتران لا بد أن يقوم المربي بشكل مسبق بتهيئتها، أي أن ذلك المعزز الذي سأنقل قوته إلي أنا كمعزز أو نعم كتعزيز محايد، لابد أن أضبطه، لا أدعه في متناول الطفل بشكل بسيط. حينما ندخل إلى الغرفة، الطفل يعني ينظر إلى المعزز يريد أن يأخذه، إذا لابد أن أضع ذلك المعزز في مكان ليس في متناول الطفل. هذا هو المقصود بتهيئة البيئة، التحكم في الوصول إلى المعززات، أن أكون أنا كمربي بين الطفل وبين معززه المفضل. لأن يعني إذا أتيحت له الفرصة لأخذ المعزز بشكل ببساطة وبشكل سهل لن يهتم بي، لا بد أن أكون أنا صلة وصل بينه وبين ذلك المعزز. هذه الخطوة الأولى للاقتران. الخطوة الثانية في الاقتران هي خلق التحفيز. إذا لا بد أن أخلق تحفيزا بواسطة ذلك المعزز الذي يحبه الطفل، أنا الذي سأخلق به ذلك التحفيز. لنفرض أن المعزز عند الطفل هو الكرة، كرة القدم مثلا، كرة، هذه الكرة هي معزز قوي عند الطفل، يعني حينما يرى الكرة يقفز ويجري تجاه الكرة ليأخذها. لكن أنا لأن هدفي هو عمل الاقتران بيني وبين هذا الطفل، فأنا أضع تلك الكرة في مكان ليس في متناول الطفل أولا. بعد ذلك الخطوة الثانية، أخذ تلك الكرة وأحاول أن أخلق تحفيزا بهذه الكرة. ما معنى أن أخلق تحفيز؟ بمعنى إذا كان الطفل يلعب بتلك الكرة بشكل بسيط، أنا سأقوم بإبداع أو بإبداعي في لعب تلك الكرة بشكل ممتع بالنسبة للطفل. بمعنى آخر، يجب أن يستشعر الطفل أو يحس أو يلاحظ بأن اللعب بالكرة معي أنا يخلق المتعة الكبيرة بالنسبة إليه في حينما يلعب بها لوحده. طيب مثلا أقوم بلعب بالكرة
على الرأس، أتناوب باللعب بين اليد والرجل، يعني أنني أبتدع أو أبدع في اللعب بهذه الكرة بهذه الوسيلة. هذا هو المقصود بخلق التحفيز، أن يعني أن أخلق متعة لدى الطفل تجعله يريد أن يلعب معي. للأسف هناك فيديو أيضا بعد هذه الخطوات الخمس أريد أن تشاهدونه معي، لكن سنرجئ ذلك لحصة أخرى إن شاء الله حينما تتيسر الطرق. إذا الخطوة الثانية هي خلق التحفيز. حينما بعدما أخلق التحفيز ماذا أفعل؟ بعدما أخلق التحفيز أنتظر سلوك الاقتراب. إذا خلقت التحفيز للطفل، أخذت الكرة، بدأت ألعب بهذه الكرة بشكل متميز، ماذا سيفعل هذا الطفل؟ سيحاول الاقتراب مني. هذا شيء جيد ممتاز، أنا بدأت في تحقيق الاقتران معه، لكن هذه خطوة أولى فقط، لا ينبغي أن نغدر. طيب، أنا بدأت في استفزاز فضول ومتعة الطفل، أراد الطفل الآن أن يتقرب إلي من أجل أن يحصل على اللعب بتلك الكرة بالشكل الذي ألعب به أنا. ممتاز، إذا استطعت أن أحفز وأستفز إن صح التعبير فضوله للمتعة باللعب بتلك الكرة. هي كرة بسيطة، ولكن أنا كمربي استطعت أن أخلق فرجة ومتعة بتلك الكرة. هل فهمتم؟ طيب، هذه خطوة، إذا هنا سيقترب مني الطفل. إذا حينما أقول سأقترب، إذا حدث وأن بدأ المربي يقترب هو من الطفل، فهذا ليس اقترانا، ليس طريقا لتحقيق الاقتران. الاقتران وأن أستطيع أنا كمربي أن أجذب إلي الطفل. إذا هل سأقترب منه أم سأبتعد عنه؟ لكي أحقق الاقتران ينبغي أن أبتعد عن الطفل خطوة خطوة، وهو يقترب مني خطوة خطوة. هنا أقول بأنني بدأت أحقق الاقتران مع طفل ذوي اضطراب طيف التوحد. أما إذا حدث العكس، إذا بدأت أنا من الاقتراب منه، فهذا ليس اقترانا ولا أحقق الاقتران بهذا الشكل. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، تقديم معزز بدون شرط. مزيان، دابا وصلنا إلى خطوة أن الطفل بدأ يقترب مني لكي يستمتع باللعب معي. إذا أنا ذاك مباشرة أعطيه تلك الكرة، أمنحه الكرة بسهولة، لأنه بدأ في سلوك الاقتراب مني، ليس أنا الذي أقترب منه، ولكن هو الذي بدأ يقترب مني. ما دام أنه بدأ يقترب مني فأنا ينبغي أن أبتعد عنه. مشكورة أستاذة فاطمة. نعم، إذا ينبغي أن أبتعد عنه لكي يعيد الاقتراب مني، أحقق وأثبت ذلك السلوك، سلوك الاقتراب، آنذاك أقدم له المعزز الذي هو الكرة بدون شرط. ثم الخطوة الخامسة، اللعب والتفاعل بشكل إيجابي مع الشخص. إذا آنذاك سأطلب منه أن يعني يعطيني الكرة ثم أعطيه مرة أخرى، فيحصل ذلك التجاوب وذلك الانسجام وتلك المتعة، وهنا يتحقق ماذا؟ نعم، يتحقق الاقتران. لكن هذا الاقتران لا يتوقف عند هذا الحد، بل ينبغي أن يتكرر. الاقتران ليس حصة واحدة فقط في بداية التعلم، بل الاقتران عادة ما يتكرر يوما بعد يوم. لكن لا نسمع بحصة الاقتران ونعتقد أنها حصة من غلاف زمني لساعة أو ساعتين، فقط 5 دقائق 3 دقائق، فنفتتح به الحصة اليومية. 3 دقائق إلى 5 دقائق من الاقتران تكفي. إذا يتفاعل مع الطفل، يستمتع معي ل5 دقائق، هي كافية لأن تعطيه يعني نفس للتعامل معي واللعب معي والتعلم معي لمدة قد تزيد عن ساعات. نعم، إذا هذه هي
الخطوات الأساسية للاقتران. هناك أنواع من الاقتران، هناك الاقتران بالأشخاص، هناك الاقتران بالأماكن، هناك الاقتران بالأشياء إلى آخره، هذه كلها تفاصيل لا يسع المجال لذكرها. الاقتران بالأشخاص، قلنا الخطوة الأولى هذه التفاصيل لما ذكرناه في السابق تحكم في الوصول للمعززات، مثلا أن أضعها في خزانات. ثم الخطوة الثانية قلنا خلق التحفيز. الخطوة الثالثة، لاحظوا أن هناك تفصيل يحتاج إلى وقت للحديث عنه، ولكن قد تحدثت عن بعض من هذه الأمور قبل قليل. انتظار سلوك الاقتراب، حينما يقترب الشخص أقدم له المعزز بدون شرط. ثم قلنا أن الاقتران يكون بشكل تفاعلي باللعب، يعني باستخدام ذلك المعزز بشكل ممتع ومبدع. ثم في الأخير قلنا أن الاقتران لا يعني يتوقف، بل ويكون مرارا وتكرارا. والقاعدة الذهبية في الاقتران، كن من يعطي وليس من يأخذ. إذن حينما قلنا أن حينما يحصل ذلك الاقتراب، سلوك الاقتراب، فأنت تعطيه مباشرة. إذن مبدأ الاقتران هو أن تعطي المعزز للطفل مباشرة بعد حصول سلوك الاقتراب منه. إذن هنا نكون قد حققنا عملية الاقتران مع الشخص. إذن هذه تدخل كذلك في وهذا الفيديو الذي تحدثتكم عنه، ولكن للأسف مرة أخرى إن شاء الله تتاح لنا الفرصة لمشاهدته. أخطاء لا يجب ارتكاب نسبتي للاقتران، أن يكون الشخص الذي يعطي التعليمات طوال الوقت. إذا حينما تقوم يعني تنجز الاقتران مع الطفل، يعطي دائما تعليقات مكان التعليمات، لا تعطي التعليمات بل يعطي تعليقات، جيد، ممتاز، نعم. يعني ينبغي وصف ما ينبغي أن يقوم به الطفل، وليس أن تعطي أوامر مباشرة للطفل فهو لا يحب ذلك الشيء. أن تكون الشخص الذي يسمح بأن يتم فعل كل شيء وأي شيء، هذا خطأ. حافظ على إطار معين، كن مرحا نعم، ولكن لا تكن متساهلا مع الطفل. لا تتوقف عن الاقتران، قم بالاقتران بالقليل كل يوم، واجعل الاقتران يزيد، خصوصا في حالات حدوث صراع مع الشخص. الاقتران بالأشخاص، استمتع هذا الاقتران، اجعله أنت كمربي كأسرة، يعني لحظات ممتعة مع نفسك خلال مراحل الاقتران. حينما تلعب يعني يلعب بروحك، يلعب وأنت تحب ذلك الطفل، تحب ذلك اللعب، وهو فرصة للرجوع للعب مرة أخرى في حياتك. طيب، تثبيت التعاون. التعاون هنا حينما نكون في حصة التعلم، قد نطلب من الطفل أن يقف أو أن يجلس أو أن يمشي، لكنه لا يعرف معنى هذه الكلمات، وليست هي الهدف للتعلم. مثلا نريد أن يقوم بحركة معينة، أن نعلمه كيف يصفق، ولكن كيف يصفق وهو واقف؟ إذن هل سنعلمه أن يقف أم سنعلمه أن يصفق؟ هذا يدخل فيما يسمى بتثبيت التعاون. لا بد أن يعرف، أن تكون هناك حصص مسبقة مع الطفل لتعليمه ما يسمى بالضبط الإرشادي أو التحكم التعليمي أو الضبط الإرشادي. الضبط الإرشادي عبارة عن تعليمات أساسية مساعدة على التعلم، وهي تعليمات تتكرر بشكل يومي في الحياة اليومية، نحتاجها بشكل يومي. هي عبارة عن أفعال، عن تعليمات، عن أوامر نعطيها للطفل لتنفيذها دون أن تكون هي الهدف التعلم. ولكن إذا لم يعرفها الطفل، سيصبح التعلم هو تعلم تلك الأوامر، فنفشل في تعلم الهدف الرئيسي من الحصة. إذا لابد أن تسبق حصص التحكم التعليمي أو الضبط الإرشادي التعليمي حصص التعلم. إذا دائما نحن لا ننسى أننا في مرحلة، ما زلنا في مرحلة الاستعداد للتعلم، الاستعداد للتدخل. ما قلناه لحد الآن هو كله الاستعداد، وكله استراتيجيات وأساسيات وفنيات للاستعداد للتعلم فقط. حينما تحدثنا عن التعزيز، حينما تحدثنا عن التفضيلات، اختبار التفضيلات، تحدثنا عن الاقتران، الآن نحن نتحدث عن الضبط الإرشادي، هي وإجراء يسمح بتثبيت تدريجي التعاون. مفهوم؟ لاحظوا الإجابة عن الاسم، مثلا إذا ناديناه باسمه يقول نعم، هذا يدخل في هذا الإطار، ليس هدفا التعلم، ولكن هي روابط يومية. ضع يدك، اجلس،
انهض، توقف، امشي بجانبي، تعال هنا، انظر، امشي ببطء، اعطيني. كلها هي اوامر، تعليمات تدخل ضمن الروابط الحياتيه اليوميه. لكي مثلا ينجز عملا معين يمكن نقول له اجلس او توقف او انهض او تعال معي او انظر الى هذا المكان. اذا لا بد ان يعرف كل هذه التعليمات ويستجيب لها قبل ان نبدا معه التعلم. هذا يدخل فيما نسميه بالضبط الارشادي التعليمي او ما يسمى بالتحكم التعليمي. مفهوم؟ لا يجب ان نبدا الحصه مع الطفل وهو لا يعرف ما معنى اجلس او لا يعرف ما معنى توقف. اذا كان ينجز مهمه معينه، حصه معينه تعليميه لها هدف معين مضبوط، حينما نقول ولا نريده ان يستمر في نشيط معين نقول له توقف وهو لا يعرف معنى توقف. اذا توقف، اجلس، استمر، انهض، قف، كلها ارشادات، كلها تعليمات لابد ان يعرفها الطفل قبل ان نبدا معه في التعلم. أنا أقرأ إحدى نعم أسئلة الأستاذة فاطمة، تحدثتم عن تهيئة البيئة من أجل تعزيز الاقتران، من أجل أن تصبح هذه البيئة تراعي الخصوصية الحسية لذوي التوحد، أم من تهيئة البيئة فيما يخص معززات هي أن تصبح تحت نظر الطفل. نعم، إذا هنا حينما قلنا تهيئة البيئة يعني نقصد بها وضع المعزز في مكان غير متاح للطفل. يعني أن أكون، لأن شنو ما هو الاقتران؟ الاقتران هو نقل قوة المعزز من معزز قوي إلى معزز محايد، الذي هو أنا مثلا الذي أريد أن أقوم بالاقتران مع الطفل. إذا هناك معزز كنت قد اكتشفته حينما أجريت معه حصص أو اختبار تفضيلات، وجدت مثلا أن الكرة أو مثلا أن البالونة هي من أقوى المعززات عند الطفل. إذا سأقوم ب يعني نقل قوة هذه البالونة، قوة تعزيز البالونة إلي أنا. إذا حينما سندخل إلى البيئة التي سننجز فيها حصة الاقتران، هنا لا ينبغي أن أضع البالونة في متناول الطفل، ينبغي أن نضعها بعيدة عن الطفل، أو على الأقل أن أكون أنا بين البالونة والطفل كي لا تكون في متناوله ليأخذها بشكل مباشر، لأنه إذا حصل عليها بشكل مباشر لن يهتم بي بعد ذلك، سينخرط في اللعب بها ولن يهتم. لكن إذا كنت أنا بينه وبينها ولمحها بعينيه فقط ولا يستطيع الوصول إليها في المرحلة الأولى، هذا هو تهيئ البيئة المقصود هنا في هذه الحصة ديال حصة الاقتران. إذا بعد ذلك نعم، بعد ذلك أخذ البالونة ثم أقوم كما قلت بالتحفيز وخطوات أخرى. إذا مشكورة أستاذة فاطمة، هذا سؤال مهم. نحن الآن كنا نتحدث عن التعليمات، الضبط الإرشادي. أستاذة، إذا تجاوز الوقت، أستاذة دكتورة رشيدة وجيل مشكورة، إذا تجاوز الوقت يمكن الإشارة إلى ذلك. مشكورة. نزلت 10 دقائق إن شاء الله. طيب، شكرا جزيلا. إذا استراتيجيات التطبيق، هناك مجموعة من استراتيجيات التطبيق الضبط الإرشادي، عناوين، محاور، سأقرأ المحاور الرئيسية فقط. فكر جيدا قبل أن تقدم التعليمات، أخذ تركيز الطفل، لا نبدأ مع الطفل إلا حينما يركز معنا، ثم بعد ذلك أقدم التعليمات. إذا لاحظوا هناك تفاصيل كثيرة. هذه مهمة، أذهب إلى الحد الأقصى في تطبيق التعليمات. هي كذلك تنطبق مع ما قلنا سابقا، لا ينبغي التساهل مع الطفل في تنفيذ التعليمات، يجب يعني الذهاب إلى الحد الأقصى في تطبيق التعليمات. حينما ينفذ الشخص التعليم نعزز، وحينما يحتاج إلى التلقين، هذا سيكون موضوع التلقين، هي تقنية سنراها في المرحلة ديال التعلم من بين التقنيات الخمس التي سنراها. وطبعا أعتقد لن يسعفنا الوقت للوصول إليها.
مثلا نمر عليها إذا سمحتم بشكل سريع وعرضاني فقط. إذا دائما في إطار تثبيت التعاون هذا. الآن تقنية التعلم، إذا تحدثنا عن مبادئ التعلم، التعزيز والإيقاع، تحدثنا عن الاستعدادات للتعلم، المعززات، اختيار المعززات، ثم حصة التلقين، الاقتران مع الطفل، ثم أيضا حصة الضبط الإرشادي. الآن سنبدأ التعلم، لكن كيف سنبدأ التعلم مع الطفل؟ هل سنبدأ بشكل اعتباطي هكذا؟ لا أبدا. طفل اضطراب، طفل توحد، وإذا شئتم أطفال ذوي التأخر الذهني بشكل عام يحتاجون تقنية دقيقة جدا للتعلم وللاكتساب. من بين هذه التقنيات هناك التلقين، هناك تلاشي التلقين، هناك التشكيل، التسلسل، ثم التعميم والتثبيت. هذه خمس تقنيات واستراتيجيات للتعامل مع الأطفال ذوي اضطراب الطفل التوحد، أساسية جدا في تعليمهم المهارات الحياتية، سواء كانت مهارات تواصلية أو مهارات اجتماعية أو مهارات الاستقلالية أو حتى تعليم السلوكات الملائمة، يعني إنقاص السلوكات المضطربة وتعليم سلوكات جيدة. التلقين، ما هو التلقين؟ التلقين هو المساعدة المقدمة للشخص، الهدف منها تقليل وضعية الإخفاق والفشل، الحفاظ على التحفيز، ثم تسريع سيرورة التعلم. التلقين فيه أنواع خمس. أولا هناك التلقين اللفظي. التلقين اللفظي هو أن أقول، مثلا أقول الطفل قل كأس، فيقول كأس، هذا تلقين لفظي. ثم هناك التلقين الإيمائي، يعني مساعدة إيمائية، أشير إلى شيء، أقول ما أضع مثلا أمامه كأس وهاتف وكتاب، فأقول له أين الهاتف؟ إذا لا يعرف في البداية طبعا، أقدم له تلقينا إيمائيا بإشارتي إلى الهاتف، فيشير هو الآخر إلى الهاتف، هذا تلقين إيمائي. ثم أيضا التلقين بالتقليد، أقدم نموذجا متطابقا، مثلا أريده أن يصفق أو أن يقفز، فأقوم أنا وأقفز لكي أقلد الحركة التي قمت بها، فهذا يسمى بالتلقين بالتقليد. تابعوا معي جيدا هذه الأنواع، وربما هي التي سنختم بها. ربما دكتور عدنان سنحتاج إلى حصة أخرى لإتمام هذه الاستراتيجيات، تحتاج إلى وقت كما رأيتم، فسنتوقف ربما عند أنواع التلقين ونختم بتمرين لتبين هذه الأنواع، لذلك تابعوا معي لتفهموا هذه أنواع التلقين التي ينبغي، وهذه أنواع التلقين استعملوها في التعليم بشكل يومي، إذا هي ضرورية وأساسية فلا بد من التعرف عليها. قلنا التلقين اللفظي، التلقين الإيمائي، التلقين بالتقليد يعني ما نسميه من النمذجة كذلك، ثم التلقين الجسدي أفعله في نفس الوقت. التلقين الجسدي هو من أقوى التلقينات، لأن مثلا إذا أراد الطفل أو أطلب من الطفل أن يفتح قنينة، يعني سدادة القنينة، فلا يستطيع، فأنا أضع يدي فوق يده مباشرة، فبقوتي أدير يده التي تمسك بسدادة القنينة فأفتح القنينة، في الحقيقة أنا الذي فتحتها. بالتالي فهذا التلقين لماذا هو أقوى التلقينات أو أقوى أنواع التلقين؟ لأن المربي يبذل جهدا أكبر من الطفل للقيام بالسلوك المطلوب، لذلك فهذا التلقين الجسدي هو أقوى التلقينات، تفعله في نفس الوقت. ثم النوع الخامس هو التلقين البصري، أي أن أمام الطفل أعرض أدوات مرئية، أطلب منه مثلا أن يسمي هذا الشيء، أو أن يقوم بفعل يوجد في صورة معينة، ومنه تعليمة، ولكن تعليمة أوضحها له عن طريق أداة مرئية، غالبا تكون صورة أو فيديو إلى آخره. إذا هذه هي الأنواع الأساسية للتلقين التي ينبغي معرفتها. التلقين اللفظي أن أقول ويعيد التكرار، التلقين الإيمائي أفعل إشارة، أقوم بإشارة إيماء، التلقين بالتقليد نمذجة، أي أقدم نموذجا مطابقا، ثم التلقين الجسدي أفعل في نفس الوقت، وقلنا بأنه هو أقوى التلقينات، ثم التلقين
البصري أعرض أداة مرئية. لاحظوا معي هذا التمرين الذي سنختم به. هناك إي التلقين بالتقليد، بي التلقين الجسدي، سي التلقين الإيمائي، دي التلقين البصري. أطلب منكم أن تتفاعلوا بالرسالة المكتوبة، بالرسالة المكتوبة. سنشاهد 4 صور، صورة تلو الأخرى، ثم تحددون لي أي نوع من التلقين تشاهدون على الصورة، حتى يعني كتغذية راجعة تعرف هل يعني استوعبتم هذه الأنواع الخمس التي تحدثنا عنها. مشكورين. إذا إي التلقين التقليد كما تشاهدون في الصورة. تمرين، ما هو نوعه؟ التلقين. لاحظوا معي هذه الصورة، سولافي لي دون، يعني غسل الأسنان. هي صورة تبين مراحل غسل الأسنان. 1، 2، 3، 4، 5. هل هي مساعدة، يعني تلقين بالتقليد؟ إي. إذا كان جواب بالتقليد اكتبوا اي، اذا كان جواب تلقين جسدي اكتبوا بي، اذا كان جواب تلقين ايمائي اكتبوا سي، واذا كان جواب تلقين البصري اكتبوا دي. اذا سأرى الأجوبة. هناك اختلاف الإجابات، هناك دي، هناك سي، هناك اي، كل الإجابات يعني. طيب لا مشكلة. إذا لاحظوا معي بأن هذه صورة نعطي تعليمة للطفل. إذا كيف ساعدنا الطفل في إنجاز التعليمة؟ التعليمة هي غسل الأسنان. إذا هل قمنا نحن بغسل الأسنان حتى يقلدنا؟ طبعا لا، لأن ليس هناك تقليد. هل وضعنا يعني أيدينا على أيديه؟ لا. هل أشرنا إلى شيء، إلى صورة معينة؟ لا، لكن أعطيناه تلقينا بصريا، أي عرضنا أمامه صورة تبين مراحل غسل الأسنان. إذا هذا تلقين بصري، تلقين بصري. سنرى الصورة الثانية. لاحظوا معي، ربط خيوط الحذاء. ربط، هل يتعلق الأمر بـ A أم B أم C أم D؟ ربط الخيوط. لاحظوا الصورة، هناك طفل وراءه راشد أو مربي. بماذا يتعلق الأمر؟ إذا ممتاز، أحسنتم. نعم. نعم، الأغلبية أجابت بالبي، وهذا صحيح. لاحظوا هذه ليست صورة، هذه ما يهمنا هنا ليس، أنا أعرض عليكم موقف، يعني وضعية. الوضعية ليست عبارة عن الصورة هنا، ليست كالوضعية السابقة. هذه ليست صورة، هي موقف حقيقي. داخل هذا الموقف نلاحظ أن الراشد أو المربي يساعد بيديه أو يضع يديه على يدي الطفل حتى يتمكن الطفل من يعني تسوية خيوط الحذاء. مفهوم؟ إذا هذا تلقين جسدي، بي تلقين جسدي. إن التلقين الجسدي هو يعني كما قلت لكم هو القيام بنفس الحركة في نفس الشيء في نفس الوقت. طيب إذا هو بي، ليس كالوضعية السابقة. هذه الوضعية السابقة هي عبارة عن صورة، مفهوم؟ صورة نعرضها أمام الطفل، لكن هذه ليست صورة، هذه موقف، وضعية مباشرة نشاهدها نحن، وفيها طفل يعلمه الراشد كيف يسوي يعني خيوط الحذاء. نلاحظ الوضعية الثالثة، هذه كذلك ليست صورة، هذه امرأة مربية أو أم وبجوارها بنت، كلاهما يحمل الهاتف في أذنيه. ما هذا التلقين؟ هل هو تلقين بالتقليد، تلقين جسدي، إيمائي، بصري؟ ممتاز، نعم. إذا أ، جيد، ممتاز.
نعم، كلكم متفقون على أنه يعني تلقين بالتقليد. إذن حينما نريد مثلا أن نعلم للطفل أو الطفل كيف يحمل شيء معين، الهاتف مثلا، فنحن نقلد تلك الحركة أو نقوم بتلك الحركة مباشرة لكي يقلدها الطفل. إذن هذا تلقين بالتقليد. حينما يتعلمها نزيل هذه الحركة التي نقوم بها، وفقط نطلب منه أن يحمل الهاتف في أذنه بالطريقة التي كنا علمناه إياه فيما قبل. طيب، الآن الوضعية الأخيرة. لاحظوا الوضعية، هي طفل أمامه مربي، أمام الطفل 3 صور. هنا المربي يشير إلى إحدى الصور، هل هو تلقين بالتقليد أم جسدي أم إيمائي أم بصري؟ A B C D. نعم، طيب، ممتاز، أغلبية أجابت ب سي، تلقين إيمائي، هذا جيد، ولكن البعض أجاب ب دي، بمعنى أنه ما زال هناك خلط بين التلقين البصري وأنواع التلقينات الأخرى. لذلك في الوضعية الثانية قال أحدهم دي كذلك. إذا هذه الصور 3 التي توجد في داخل هذه الصورة، يعني داخل هذا الموقف، هي ليس الهدف منها أن نبين التعليم للطفل، أن نطلب منه التعليم بواسطة الصورة. الهدف أو التعليم التي يمكن أن يطرحها المربي هنا هو أين هي، ما هي التعليمة في نظركم؟ اكتبوا لي التعليمة، لنختم بهذا السؤال. اكتبوا لي ما هي التعليمة التي يعني يكون المربي قد قدمها، أو السؤال الذي قدمه للطفل. جيد، ممتاز ممتاز ممتاز. لا، سؤال، من الذي ينبح؟ أين صورة الكلب؟ ممتاز، نعم. إذا السؤال هنا، أين صورة الكلب؟ من الذي أو ما الذي ينبح؟ نعم، ممتاز. إذا هذه التعليمة، ولتقديم مساعدة لكي نساعد الطفل على الإجابة على هذه التعليمة اللي هي أين هي صورة الكلب، نقوم بالتلقين الإيمائي، لأن نطلب كيف سيبين لنا الطفل، لأن طريقة الجواب هي التي تبين لنا نوع التلقين الذي سنستعمله. يعني حينما نطلب منه أن يبين لنا، أن يشير لنا إلى صورة الكلب، فنحن نساعد بماذا؟ بالتلقين الإيمائي، يعني نشير نحن إلى صورة الكلب قبل أن نضعه في وضعية الإخفاق. وهذه استراتيجية جديدة أخرى سنتعلمها في لاحق الورشات إن شاء الله. وأشكركم على حسن متابعتكم. طبعا الحديث في هذه التقنيات وهذه الاستراتيجيات شيق شيق جدا. و نعم، أريني أين الكلب، صحيح، ما الذي ينبح، ما هذا، ليس ما هذا، ولكن أريني، نعم، أريني أين الكلب، ما هي، أين هي صورة الكلب، إلى آخره. شكرا لكم مجددا، أشكركم على حسن تتبعكم وعلى تفاعلكم الجيد والممتاز. وأشكر مرة أخرى الأستاذة الدكتورة رشيدة بوجيل، أستاذ الدكتور عدنان شقجي، وأيضا دون أن ننسى الدكتورة المحترمة مروة الباز، على يعني تنظيمهم الجيد لهذه الفعالية. وأسف كان بودي أن يعني أقدم الكثير في هذه الورشة، وما زال هناك الكثير. ربما أنا وصلت الآن إلى ثلث ما أريد تقديمه في هذه الورشة، وأتمنى أن تكون هناك فرص قادمة إن شاء الله. وبالمناسبة هناك أيضا الإعداد لدليل يضم تفاصيل هذه الاستراتيجيات، إن شاء الله تواصل بشأنه لاحقا. ولكم الكلمة دكاترة المحترمين.
شكرا جزيلا أستاذ عيسى على هذا التقديم الشيق الذي أحاط بجميع الجوانب والتقنيات فنيات أساسيات تعلم وتعليم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. وعلما غير اللي نريد للاستفسار فضلا، أردت في خلال حديثك تطرقت لمفهوم التربية الدامجة التربية الخاصة، ولدينا بعض الأشخاص من هذا المفهومين تقريبا نتداوله في المغرب بالدرجة الأولى. غير لنحيط الجميع بأن التعامل وتدريس هؤلاء الفئات كان عبارة في مراكز التربية الخاصة. عندما أقول تربية خاصة يعني هناك جمعيات آباء، مجموعة الآباء من كان لديهم أبناء يعانون من نوع من الإعاقة كيفما كانت فيؤسسون جمعيات، وهذه الجمعيات تتكلف بتدريس وتدريب هؤلاء الفئات. وفي المغرب راه لدينا أكثر من 100 جمعية تشتغل في مجال اضطراب طيف التوحد. والمغرب منذ سنة 2002 لجأ إلى نوع آخر من نوع من أنواع التعليم هؤلاء الفئات عن طريق التربية الإدماجية، يعني دمج هؤلاء الأطفال في مدارس عمومية ولكن في أماكن غير في أقسام غير الأقسام الأطفال العاديين. ولكن في 2018 ظهر مصطلح آخر في المغرب بالنسبة لهؤلاء الفئات هو التربية الدامجة، يعني ندرس هؤلاء الأطفال داخل أقسام عاديين إلى جانب زملائهم بين مزدوجتين أطفال عاديين. حتى أحيط غير بالمفاهيم التي ذكرها الأستاذ عيسى، ونترك لكم المجال في أي ملاحظات أو استفسارات، ومشكورين. نعم أحبتنا الكرام، من أراد أن يطرح سؤالا على سعادة الدكتور عيسى فليتفضل برفع أداة اليد أو أن يطرح سؤاله مباشرة في صندوق الدردشة الشات. نأخذ المداخلة الأولى مع الأستاذة صباح الخفاجي، تفضلي. نرجو أن تكون الأسئلة يعني بشكل مختصر وذلك لضيق الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. عليكم السلام، أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا جزيلا لمنصة أريد اللي تجمعنا بها كذا ندوات ومحاضرات مفيدة، وشكرا جزيلا لأستاذ عيسى على طرحه الرائع. طبعا أنا كلش مهتمة بالتوحد، لأن ابني توحد، ويعني أحاول، عندي كتب وأبحث وأقرأ، ويعني الآن بالوقت الحاضر التوحد صار كمرض، الأطباء يعاملوه مرض نفسي، يعني علاجه بالأدوية وبالتحليلات المرضية، ويعني أكو بروتوكول عالمي بالعلاج إضافة هذا إلى السلوكي، بس إحنا يعني إذا اعتبروه الأطباء هو يعني تخلف بسيط التوحد، بحيث يعني فيتامينات، حمية غذائية، أبر مقوية، يعني مقوية أعصاب، وأدوية قلق، أدوية كآبة. يعني هذا الأطباء النفسية هم يعني عندهم بروتوكول عام، يعني اللي التوحد الشديد، يعني طيف التوحد يعني هو عادي، احنا ندري بالسلوك بس هذه العفو استاذ، يعني اللي طرحتها التقنيات واساليب التعليم هذه ممكن ان تنطبق على كل الاطفال. يعني احنا كل طفل هسه اذا دخل اول ابتدائي عمره 6 سنين، 4 سنين، 5 سنين، يعني نحاول بهذه الأساليب، يعني نعلم الأطفال إنه بالصورة، بفرشاة الأسنان، يعني كيف يستعمل الحاجيات، يعني هذه بصورة عامة، يعني كل الأطفال، يعني حتى الأطفال بالأول، يعني السنة أولى من ندخله مدرسة، يعني بالصور، بيخطط بالخطوط، إعادة يعني نكتب لهم نقاط ويمشون إيديهم عن نقاط.
بس يعني احنا يعني هي عادي، اني دخلت مراكز توحد كثيرة عندهم هذه كل التقنيات تمام وهي مفيدة. وأما أنه يعني أنا بالنسبة لابني قالوا الأطباء أنه ورا الـ14 يتحسن، يمكن أن يندمج. ويعني أكو ملاحظة أنه أطفال التوحد يكونون مبدعين بصراحة. يعني أنا ابني يعني أول سنة اللي دخل حفظ آيات قرآنية، كتابة إنجليزي، يعني أنا بصراحة أبداً ما معلمته، بس هو من اليوتيوب يكتب أي كرتون يريده إنجليزي. ويعني وهسه ده حتى الحاسبة إذا صار بيها خلل هو يصلحها، هو يسوي. يعني هم يكونون مبدعين، عندهم هذا النوع الإحساس الإبداع أهل التوحد. بس إنه يبقى السلوك، هي تعديل السلوك، هو يعني وصفوه الأطباء هو اضطراب نمائي، يعني عدم التواصل بالبصر، عدم يعني ما يهتم أبو التوحد. يعني هو إلى عالم مثل ما قال أستاذ عيسى تمام، هو إلى عالم الخاص لأن يفكر بأشياء اللي يحبها واللي يريدها. والأطفال يعني بس يعني هو يبقى أنه ما يعني مو تمام، يعني أنه يتعلم مثلاً يقرأ يتعلم يعني، بس ما يبقى يعني ما يصير طبيعي يعني. فلهذا السبب يعني الأطباء يعتبروه تخلف، يعني تخلف بسيط للأسف يعني. وإلى علاجات قلق، الأدوية النفسية، المقويات، الحمية الغذائية، لأنه تكون دائما يشكي أنه المعدة أو غيرها، أو يعني يكون الحلق، يعني يكون حساس للأغذية. وشكرا جزيلا ونتمنى الشفاء من هذا الداء اللي انتشر. يعني احنا بالعراق كلش هواي عندنا يعني للأسف الشديد، لأنه هو بالمناسبة يسموه مرض الشاشات، لأنه بواسطة الموبايل والكارتون وسبيستون، يعني الطفل دماغه هو شنو ينمو فينمو على هذه الشغلات، على الموبايل، على الشاشات، ويبقى يتعلق بها. يعني يبقى يعني هسه احنا حتى بالإدارة المدرسية يقول احنا هسه ما شاء الله الشباب يعني هو بلا شيء، احنا متعلقين بالموبايل والبرامج الموبايل والبرامج الحاسبة. فكيف هذا طفل، طفل يعني عمره سنة وسنتين و3 سنين، دماغه يكبر على الكرتون وينمو. نعم، فهذه يعني عفوا اي والله. عفوا حفظكم الله، بس لضيق الوقت عفوا أستاذة صباح، شكرا جزيلا، احسنتم. اي بارك صح الله فيك، تمام. نترك المجال للدكتور عيسى إن كان هناك رد على هذا السؤال، بارك الله فيكم، تفضل الدكتور عيسى. شكرا دكتور عدنان، شكرا لأختنا صباح. فعلا أستاذة صباح تحدثت عن شيئين مهمين أساسيين، هو لجوء بعض الأطباء للعلاج بالأدوية والعلاج النفسي. وفي الحقيقة الوضع الصحيح والوضع الصحي هو استعمال أدوية حينما يكون التوحد مصاحب بأعراض أخرى مرضية وليس في حد ذاته. التجارب العلمية التي برزت إلى حد الآن، الأدوية ليست دواء لاضطراب طيف التوحد، هو بالمناسبة ليس مرض، هو اضطراب، لأن المرض يعرف سببه غالبا إلى حد الآن غالبا، لكن اضطراب طيف التوحد السبب غير معروف، لذلك فهو يصنف في الاضطرابات وليس الأمراض. أما الأمراض التي نجدها عند ذوي اضطراب طيف التوحد فهي أمراض مصاحبة فقط، وهي التي يعالجها الطب الحديث بالأدوية، مثلا الصرع، أمراض نفسية، أعراض أخرى مرضية، تعالج تلك الأدوية، تعالج تلك الأمراض ولا تعالج التوحد. والتوحد يعالج سلوكيا أحسن من العلاج
بالأدوية. طبعا كما قلت، وهنا سأنتقل للشق الثاني الذي تحدثت عنه أستاذة صباح، مشكورة، هو أن التقنيات، وهذا جميل جدا في يعني استراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي، هذا العلم الممتاز جدا، وأنه صالح حتى للأطفال العاديين. إنما بالنسبة للأطفال ذوي اضطراب الطيف التوحد، لهم خصوصية خاصة جدا، خصوصا أصناف محددة فيهم، مثلا الذين لديهم يعني درجة شديدة في التوحد، مثلا غير الناطقين، فهم يحتاجون إلى ما ذكرناه من أنواع التلقين بشكل كبير جدا. إنما نقول يعني تلقين بصري أو تلقين جسدي إلى آخره، فقد لا يحتاج إليه طفل في المستوى الأول ابتدائي، في السن الخامسة والسادسة، طفل عادي بين قوسين، لكن يكون الطفل مثلا الذي لديه اضطراب في النطق، أو الذي لا يتحدث، أو الذي لديه مشكل في، هو ذوي اضطراب في التوحد، ولكن لديه مشكل في النطق، أو هذا يكون في حاجة لهذه الاستراتيجيات في التلقين أكثر من غيره من الأطفال. والحمد لله كما قلتم، هذه السلوكيات وهذه الاستراتيجيات وهذه الفنيات يمكن توظيفها كذلك حتى مع الأطفال الآخرين، فهي مفيدة ومفيدة جدا. شكرا. شكرا، بارك الله فيكم سعادة الدكتور رئيسة على هذه المداخلة. طيب، نكتفي بهذا القدر من المداخلات، وذلك لتعدينا للوقت بعض الشيء. بارك الله فيكم. نعم، أحبتنا الكرام، نشكر باسمكم سعادة الدكتورة رشيدة كوجال على إدارتها لهذه الجلسة العلمية، وأيضا شكرنا الموصول لسعادة الدكتور عيسى بن محمد أهلي على تقديمه لهذه المحاضرة القيمة الرائعة وتفصيله تفصيلا تاما لجميع المعلومات التي وردت. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم، وأن ينفعنا الله بعلمهم. ننتقل معكم أحبتنا على عجالة لنشرح طريقة الحصول على شهادة هذه المحاضرة القيمة. نعم أحبتنا الكرام، تم وضع جميع الروابط الخاصة بهذه المحاضرة في صندوق الدردشة الشات لمن أراد أن يدخل إليها مباشرة. نعم أحبتنا الكرام، ندخل إلى محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. لمن كان عضوا مسجلا في المنصة فبإمكانه الضغط على تسجيل الدخول، فيطلب منه كلمة المرور وأيضا البريد الإلكتروني. أما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه الضغط على سجل مجانا، فيتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة. بإمكانكم الدخول إلى الرابط ووضع جميع المعلومات والضغط على زر التسجيل. بعد ذلك ننتقل إلى الصفحة الرئيسية أو ما يسمى بالحائط، وندخل إلى نظام عليم. ننتقل إلى نظام عليم، فتظهر جميع أقسام نظام عليم التي تظهر أمامكم الآن، نختار منها المحاضرات القادمة. ننتقل بعد ذلك إلى قسم المحاضرات القادمة، وتشاهدون فيها جميع المحاضرات التي قدمت وستقدم إن شاء الله في قادم الأيام. نختار المحاضرة التي نحن بصددها، أساسيات وفنيات حديثة للتعامل الأسري والمدرسي مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. ننتقل إلى الرابط الخاص بالمحاضرة، فتظهر هنا لنا الصفحة الخاصة بهذه المحاضرة، ويوجد زر مكتوب عليه التسجيل، فنضغط على التسجيل ومن ثم نقوم بتحديث الصفحة، فتظهر الروابط الخاصة بالشهادة باللغتين العربية والإنجليزية. نضغط على الرابط فننتقل إلى تحميل الشهادة الإلكترونية، وهذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولارات فقط، وهذه الرسوم هي لاستمرار عمل المنصة. وهذه هي النماذج الخاصة بالشهادة باللغتين الإنجليزية والعربية.
وأيضا تم وضع رابط تقييم المحاضرة في صندوق الدردشة الشات، بإمكانكم الضغط مباشرة على الرابط والإجابة عن الأسئلة وإرسال النموذج للمنصة. أيضا أحبتنا الكرام، بإمكانكم العودة إلى تسجيل هذه المحاضرة القيمة على الرابط الخاص بمنصة أريد على اليوتيوب، وهذه هي الصفحة الخاصة بالمنصة. نقوم بالدخول إليها ونجد التسجيل إن شاء الله غدا في المنصة. نعم أحبتنا الكرام، مع ختام هذه المحاضرة المتميزة التي قدمها الدكتور عيسى بن محمد أهني، المفتش التربوي والباحث في الدكتوراه بالمدرسة العليا للأساتذة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب، لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير له على ما أتحفنا به من معلومات قيمة ورؤى حديثة حول أساليب التعامل مع الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، سواء في البيئة الأسرية أو التعليمية. لقد قدمت لنا هذه المحاضرة إطارا معرفيا غنيا ومهارات تطبيقية تساعدنا جميعا كأولياء أمور ومعلمين ومهتمين على توفير الدعم والرعاية التي يحتاجها هؤلاء الأطفال ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع وتحقيق إمكانياتهم. كما نخص بالشكر الجزيل الدكتورة رشيدة كوجيل، الأستاذة الجامعية ومديرة هذه الفعالية، على جهودها الكبيرة في تنظيم هذه المحاضرة وضمان نجاحها، وعلى دورها في دعم الأبحاث العلمية والتربوية التي تخدم المجتمع. نأمل أن تكون هذه الجلسة قد ألهمتكم وأثارت معرفتكم وأصبحت محفزا لكم على تطبيق ما تعلمتموه لخدمة هذه الفئة العزيزة من أبنائنا. في الختام نود أن نشكر منصة أريد العلمية على إتاحتها لهذه الفرصة القيمة، ونتمنى لكم جميعا دوام التوفيق والعطاء في مسيرتكم العلمية والعملية. شكرا لكم دكتور عدنان، أنتم كذلك على مجهوداتكم القيمة، وبارك الله فيكم وفي الحضور الكريم. حفظكم الله دكتور، بارك الله بجهودكم ونفعنا الله بعلمكم. نختم أحبتنا الكرام هذه المحاضرة القيمة وهذه الجلسة الطيبة بكفارة المجلس، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى لقاءات تتجدد، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة